أهلا بيكم في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق، مع قيمة علمية كبيرة في عالم تأخر الإنجاب، في عالم الحقل المجهري. منظومة علمية عالمية النهاردة هتكون موجودة في الناس الحلوة. افتكرت وإحنا بنرتب للحلقة مشهد في فيلم مهم جدا اسمه شادر السمك، والمشهد كان للعبقري الله يرحمه أستاذ أحمد زكي والجميلة نبيلة عبيد، فنانة الجميلة نبيلة عبيد. زوجين بيتكلموا في قضية تأخر الإنجاب، هما الاثنين اتجوزوا، فعلى طبعا أنا ما نقدرش نجيب المشهد عشان الحقوق، لكن هقول لكم ملخصه. هو بيقول لها يا ما تشوفي احنا عايزين ننجب، فقالت له أنا أشوف ليه، أروح لدكتورة ليه، ما تروح أنت لدكتور. قال لها هو أنا مش راجل ولا إيه، هو بلغة السعودية. وبعدين راحت هي رد قالت له طب أنا أروح ليه، ما أنا أنجبت، ما أنا عندي بسم الله ما شاء الله اسمها إيه هي كبيرة هي. الحوار كله غلط، الحوار كله علميا غلط طبعا، وطبعا الحوار غلط يعني هو السيناريو كده مكتوب كده هوت، واللي كتبوه عبقرة يعني كتبوه صح من ناحية السيناريو، من ناحية لأن ده الحوار اللي كان في دماغ الناس في الوقت ده، لكن علميا عندنا احنا الكلام ده غلط. ليه؟ مش شرط عدم الإنجاب يبقى الست هي المتهمة أو تأخر الإنجاب، ده مش صح. قد تكون هي كلمة متهمة كمان ما ينفعش تتقال في العقل ولا في الدين. ست هي عندها حتى المشكله، ما ينفعش نقول متهمه هي او تبدا انت بقى تبص لها كراجل بقى، والاسره تبص لها ايه ده انت ما خلفتيش ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي ما بتخلفش، وتعير تعير الست كده، ما ينفعش. ده حرام، وغير انه حرام غباء غباء ملوش عندي، وكلمه غباء عندي انا في قاموسي الانساني اسوأ كلمه ممكن اقولها على حد، أقول على حد إنه غبي. ده أنا كده بشتمه أسوأ شتيمة في الحياة يعني. كمان حتة إن هي خلفت قبل كده، ده مش شك علمي إن أنت هتخلفي على طول. ممكن جدا يحصل لك حاجة تخليكي ما تخلفيش بعد كده. فاللي بيسموها سكندري انفيرتيلتي. طيب فكلمة تأخر الحمل بعد الجواز ده كلمة مهمة اجتماعيا جدا، بتلم الأسرة كلها. ايه مفيش حاجه جايه في طريق، بتشطروا بقى، بتتجدعنوا بقى. لغايه دلوقتي يا باشا موجوده في كل حته، موجوده في مصر في القاهره، وموجوده في الارياف، موجوده في البحري، وموجوده في الصعيد، موجوده في كل حته. فتعالوا نفهم الكلام النهارده من الناحيه العلميه، وطبعا اكيد من الناحيه الاجتماعيه. النهارده زي ما قلت لكم لقاء خاص جدا، لقاء مع قمه علميه كبيره واسم كبير على مستوى عالمي، منظومه عالميه بيقودها طبعا أسماء عالمية كبيرة. لما أقول لكم النهاردة لقائنا مع المركز المصري لتأخر الإنجاب، المركز المصري بقيادة الأساطير الطبية الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور والأستاذ الدكتور محمد أبو الغار، اسمين عالميين بامتياز، رواد العالم كله بينحني لقامتهم العلمية الكبيرة. طبعا النهاردة ضيفي هو المدير المتميز للمنظومة الضخمة العالمية دي، وضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور أحمد أبو السرور، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والحقل المجاري بكلية الطب جامعة الأزهر، والمدير الطبي للمركز المصري للأطفال الأنابيب وزميل جامعة مونبيليه الفرنسية، وعضو جمعيات الأوروبية والأمريكية للأطفال الأنابيب والحقل المجاري الاسم القدير. أهلا بك دكتور أحمد. جزاك الله إن شاء الله. أنا سعيد جدا بقبولك دعوتي ووجودك معنا، شرف كبير. لا ده أنا سعيد، ده شرف لي. أنا هسألك المنطقة دي الحلقة الرابعة لينا مع بعض في ثلاث حلقات، لكن الحلقة دي أهميتها إنها ليها جانب اجتماعي. لما أقول لك إن اتنين داخلين، بيجي ساعات مش الزوجين، مش ساعات بتيجي القبيلة كلها، الأسرة كلها، الأسرة البلد كلها ساعات بتيجي، تلاقي الحما والحما، الراجل والست والحما والأب والأم وكله كله يقول لك دول متأخرين في الإنجاب. التعبير ده متأخرين ساعات يبقى غلط. غلط طبعا، في ناس بتيجي بدري قوي، يعني انا عارف احنا مش نقول ناس متاخره قبل سنه ونص لسنتين من الزواج بطريقه منتظمه، تمام؟ طريقه منتظمه يعني اتنين قاعدين مع بعض وبيحصل علاقه زوجيه، ما يكونش مثلا الزوج بيشتغل ظابط بيشوف مراته مره كل شهرين مثلا، او بيشتغل مهندس بترول، او مشتغل مهندس بترول، لانه الزوج بيطلع يقعد يقعدوا فترات طويله قوي بست شهور. فما فيش داعي ان حد يقلق قبل سنه ونص لسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه. طبعا في حالات اكسبشنز، يعني ست مثلا كبيره في السن لا محتاجه تقلق وان هي تدور بدري، وده حقها وده المظبوط فعلا المفروض يتعمل. يكون ست مثلا عندها قبل كده ان هي شارت اكياس شوكولاته من على المبيض، تمام؟ ده لا محتاجه ان هي تقلق.
لا زوجي يكون اخذ مثلا لا قدر الله علاج كيماوي، تمام، لا ده محتاج ان هو يقلق. بس اغلب عموم الناس مفيش داعي للقلق بدري قوي كده، ومفيش داعي للتوجه بدري قوي كده. الدكاتره الناس ساعات ممكن يضر اكتر منه يفيد يعني. هبدا بقى بالاسباب، ايه اسباب تاخر الانجاب او تاخر الحمل؟ اسباب تاخر الحمل متعدده، اولهم طبعا الزوج، يعني ممكن يكون في ضعف في الحمل المنويه او عدم وجود حمل منويه. في اسباب ممكن تبقى موجوده في الست اكتر شويه، يعني ممكن الرحم يكون فيه اورام ليفيه، ممكن يكون فيه زوايد موجوده جوه الرحم، ممكن حاجز رحم، ممكن اسباب تبقى موجوده في قناه فالوب، يعني التصاقات ناتجه عن عمليات عملت قبل كده او عن هجره بطانه الرحم. ممكن تبقى اسباب موجوده في المبيض زي تكيس المبيض او عدم شغل الغده النخاميه. فدي كلها اسباب بتؤدي لعدم حدوث حمل. و20% من الناس، يعني واحده من كل خمسه ربنا ما اكرمهمش، بيكونوا هم الاثنين كويسين. ففي برضه حاجه اسمها عدم حدوث حمل غير معروف سببه، او اللي هو بالانجليزي unexplained infertility، يعني ظاهريا كل حاجه كويسه جدا وربنا لسه ما كرمش. فيا اما هنقسمهم اسباب ريتد للزوجه او للزوج او غير معلومه السبب. هي كلمه غير معلومه السبب دي لما اجي اسال بعديها اسباب غير معلومه السبب يبقى سؤال مش يعني سؤال ممكن يضحك بعض الناس، اما اقول ايه هو ايه بقى اسباب غير معلوم السبب ده؟ بس هو فعلا علميا في الكتب وفي المراجع وفي الحوارات العلميه وفي المؤتمرات حوار قوي جدا حول الاحتمالات بتاعت غير مفسر السبب دي. احنا بنقولها غير مفسر السبب بالنسبه للحاجات الموجوده قدامنا. بس في حاجات ما بتكونش اتعملت وما تبانش غير مثلا غير لما الست تعمل حقن مجهري. يعني ممكن لما الست تعمل حقن مجهري نسحب البويضات نلاقي البويضات بتاعتها مثلا مش كويسه او فيها مشكله في النواه بتاعتها. دي خلاص مشكله مزمنه، بس ما بانتش غير بعد ما عملت الحقن المجهري. لان احنا بنعمل اي سونار ما بنشوفش بويضه، احنا دايما بنشوف حويصله ممكن يكون فيها بويضه. نوعيه البويضه دي ايه او قدره الحمل المنوي ونوع ان هو يخصب البويضه دي ايه، كلها حاجات ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري. فبنقول عليها غير معلومه السبب، بس ممكن السبب ده يبان بعد كده اثناء الحقن المجهري. فغير معلومه السبب على قد الفحوصات الموجوده قدامنا. اها طب ايه الاسباب بقى، ايه الحاجات اللي ممكن الاقيها غير البويضه؟ ممكن الاقي تاني ايه تاني غير كده؟ ممكن الاقي مشاكل بتحط تحت بند غير مفسر السبب، ان الحالات المنويه ما تكونش قادره ان هي تخصب البويضات. يعني في ناس عندهم بيكون الموضوع ده، حالات المنويه ضعيفه كفايه ان هي ما تخصبش البويضات. من اللي هم دول حاجتين يعني. وفي اوقات كتيره قوي ما بنلاقيش سبب، اراده الهيه. ايه التحاليل والفحوصات في الحاله دي بقى؟ بص هو في عدم حدوث الانجاب ولا في في تاخر الانجاب؟ في تاخر الانجاب. هو طبعا بالنسبه للراجل الفحص الاساسي هو فحص تحليل السائل المنوي، وده مهم جدا. ده من الاول بيحط حاجة على طريق او يحطك على طريق تاني، هل احنا هنمشي في سكه الطبيعي ونحاول، ولا من الاول لا محتاجين نعمل حقن مجهري. احنا لو عملنا تحليل سائل منوي وطلع ما فيش حيوانات منويه، لا خلاص احنا من الاول عرفنا السكه وهنمشي في طريق الحقن المجهري. بالنسبه للست لازم نفحص كذا حاجه، اولهم ان احنا نعمل سونار، لازم كويس قوي نبص على الرحم نتاكد ان مفيش اي اورام ليفيه، مفيش زوايد في الرحم، مفيش حاجز رحمي. لازم نبص كويس قوي على المبيض نتاكد ان مفيش تكيسات على المبيض. لازم نعمل تحليل هرمونات عشان نشوف هل في الهرمونات بتاعتها ملخبطه ولا مش ملخبطه. لازم نفحص القنوات فالوب، نعمل حاجه اسمها اشعه بالصبغ عشان نتاكد ان القنوات دي سالكه ما فيهاش حاجه. بعد مرحله يعني بعد سنه ونص لسنتين لو الحاجات دي كلها كويسه وبرده ما حصلش انجاب، لا ممكن نعمل منظار بطن عشان نتاكد ما فيش هجره بطانه الرحم موجوده جوه الرحم. فمدير الفحوصات الاساسيه اللي بتتعمل بالنسبه للراجل تحليل السائل المنوي، بالنسبه للست تحليل الهرمونات والسونار اللي اطمئننا على الرحم والاشعه بالصبغه ومنظار البطن. هل في حالات ما ينفعش معاها وسائل مساعده للاخصاب؟ ما ينفعش معاها خلاص ما نقول لهم مش هنلجا للوسائل المساعده؟ في حالات قليله، يعني في اربع حالات بنضطر نقول لهم ان ما ينفعش نعمل حاجه. الحاجه الاولانيه سن المريضه المتقدم، يعني لما سن بيعدي 43 سنه دايما بننصح الناس خلاص سيبوها على ربنا، والله ربنا لو هيكرم هيكرم، لو مش هيكرم دي اراده ربنا. وكتير قوي بنقول لهم كده وربنا بيكرمهم على فكره. فانا برده مش عايز اياس الست اللي هي بتتجوز عند سن 43 سنه مش هيحصل حمل، لا ياما بيحصل. ودايما بنشوف ستات عند 45 و46 و47 بيحصل حمل طبيعي، تمام؟ بس ما ينفع لهمش وسائل الاخصاب المساعده. ففوق سن 43 سنة الراجل اللي ما عندوش حمل منوية لا في السائل ولا في الخصية، يعني دور في الخصية وما لقاش قبل كده، ده طبعا برضو وسائل الإخصاب المساعد ما قدرش تساعده في حاجة. برضو الست اللي ما عندهاش دورة خالص ناتجة عن ضعف جامد قوي في التبويض اللي هو بيقولوا عليه سن يأس مبكر، دي برضو للأسف بنضطر نقول لها سيديها على ربنا.
هم دول ثلاث أحوال اللي احنا ما نقدرش نساعدهم بوسائل الإخصاب الطبي المساعد. دول يعني اللي هو يتقال لها لا احنا كده البشر مش قادرين يتعاملوا معاهم بالظبط كده بأعلى درجاتهم العلمية. وبالرغم من كده في ناس منهم ربنا بيكرمهم بحمل طبيعي. يعني احنا دايما كل يوم ربنا بيقول لنا ان احنا ما بنعرفش حاجة. احنا متخيلين ان احنا بنعرف بس احنا ما بنعرفش حاجة. من العلم الا قليل. حقيقي. رغم التقدم المذهل ده برضه وما اوتيتم من العلم. ياما بنشوف حاجات يعني احنا بنقول لاخر يوم في البشرية. عشان كده عمرنا ما بنقول ابدا للمريضة مستحيل تحملي. احنا كل اللي نقدر نقوله احتمال حدوث الحمل صعب. بس مستحيل دي طبعا في ايد ربنا يعني. طبعا. لا احنا ياما شفنا ناس حضرتك عارف ما فيش مخزون بويضات خالص. او ست سنها كبير وربنا بيكرمها من غير اي حاجه وعملت حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وما نفعش وبعد كده حصل حمل طبيعي لوحده يعني. نورت وشرفت وكالعاده يعني ابدعت والحوار معك متعه كبيره جدا باسلوبك الراقي الهادئ الجميل واسم عالمي قدير طبعا واسم اكاديمي من طراز رفيع ومنظومه علميه. الحقيقه شرف كبير لينا انه اي واي شرف انه قبول مركز المصري بقياده الاساطير الكبيره والاسماء الكبيره الاستاذ الدكتور جمال ابو سرور والاستاذ الدكتور محمد ابو الغار ان هم يكون الاسم موجود على مائده الناس الحلوه والقاهره والناس. احنا اللي بنتشرف بحضرتك دايما ربنا يخليك. شرف لينا احنا ربنا يخليك. وضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو سرور استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجاري بكليه الطب جامعه الازهر المدير الطبي للمركز المصري للاطفال الانابيب وزميل جامعه مونبلييه الفرنسيه عضو جمعيات الاوروبيه والامريكيه للاطفال الانابيب والحقن المجاري كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا. ويبقى الحقن المجاري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب موضوع مهم جدا على المستوى العلمي وتفاصيله كثيرة وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النفسي وأيضا تفاصيله وتعديله يحتاج إلى مجهود كبير جدا يقوم به أو تقوم به الآلة الإعلامية بدقة شديدة. لكن أعتقد أن العقلية المصرية العقلية العربية تحتاج إلى تعديلات في مناطق معينة. أعتقد أنه في 2020 أصبحت مناطق شديدة الإظلام. الست والراجل ينبغي أن ينظروا لتأخر الإنجاب نظرة مختلفة في التوقيت الحالي. خليكوا دايما مع الناس الحلوة. أستاذ الدكتور وليد إبراهيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة استشاري جراحات المناظير كلية الطب جامعة عين شمس عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم مثير هو عالم السمنة وجراحتها. والنهاردة الحقيقة لقاء خاص جدا لأنه مع قمة علمية كبيرة واسم كبير جدا في عالم جراحات السمنة. لكن خليني أقول لكم قبل ما ندخل في الحوار أنه النهاردة مش هنتكلم بشكل تقليدي. مش هكلمكم من غرف العمليات المعقدة ذات التقنيات الحديثة جدا بس لا 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 أنا هروح معاكم للبيت بيت المصري. النهاردة احنا هنجاوب على الحقائق والشائعات حول جراحات السمنة بشكل تفصيلي. واللقاء النهاردة هيبقى ممتع لأنه أكيد مع قمة علمية جراحية قديرة وكبيرة في عالم جراحات السمنة بسعد جدا باستقباله وبالحوار العلمي معه وببقى سعيد كمان بالتاريخ سواء التاريخ الجراحي أو التاريخ التثقيفي اللي قدمه عبر سنوات طويلة في عالم جراحات السمنة.
الاسم الكبير في هذا المجال، بسعد بوجوده معنا النهاردة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة والاستشاري لجراحات المناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو التحدي العالمي لجراحات السمنة الإفسو، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة والجمعية الأوروبية، وزميل الكلية البريطانية بأدنبرا الاسم الكبير. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور. وحشني جدا. وأنا والله. عدل على السلامة. الله يسلمك. أنا عايز أبدأ الأول، في ناس كتير قوي في الفترة اللي فاتت في السوشيال ميديا، هذا المكان اللي للأسف يخرج منه الغث والثمين والغث كتير، والغث اللي هو يعني تخاريف كثيرة جدا، تدور شائعات حول جراحات السمنة في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أي حد عنده تليفون، ده ناس كتير قوي بيظبط الكاميرا وبيجيب له من العتبة وحدة إضاءة لطيفة، ولو معاه شوية فلوس بقى يجيب له ميكروفون وبتاع ويقعد ويعمل بودكاست وبتاع والكلام ده كله، ويقول احلى كلام في جراحات سمنه. اللي بيتكلم ده ممكن يكون لا دكتور ولا جراح ولا اي له اي صفه خالص تخليه يتكلم في صحه الناس. طبعا انا سعيد ان انا موجود النهارده، ويمكن قعدنا فتره مش موجودين في البرنامج معاك، واحنا لما بدانا نتكلم عن جراحات السمنه كان تقريبا من 10 سنين، كنا بدأنا نعرف الناس يعني ايه جراحات سمنة، يعني ايه تكميم، يعني ايه تحويل. بس هو يعني هاخد من كلامك حاجة مهمة جدا، هي السمنة مرض ولا مش مرض؟ احنا لازم نعتبر في الأول ان السمنة دي مرض. في 2003 الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة اعتبرت ان السمنة مرض. فأي مرض في الدنيا زي ما احنا تعلمنا في الطب، هو في باثولوجي وفي أعراض وفي طرق علاج. السمنة على مستوى العالم هي مرض. السمنة ليها أعراض جانبية وبتسبب أكتر من 60 مرض نتيجة للسمنة. السمنة العلاج الوحيد ليها هي الجراحة. النقط دي لازم نكون إحنا مقتنعين بيها قبل ما نتكلم عن جراحات السمنة. التلات نقط دول لو إحنا أمننا بيهم، لأن غصب عننا لأن الطب بيقول كده، فساعتها هنقدر نتقبل طرق علاج السمنة اللي هي الطرق الجراحية، وبالتالي نخرج بره إطار الشائعات في صورة أعشاب أو مكملات غذائية، أو أن الناس تبدأ تاخد حالات معينة عملت جراحات سمنة تكميم أو تحويل على مستوى مصر، حالات نادرة جدا فيها نوع من أنواع سوء التغذية وهنقول سبب سوء التغذية، أو فيها نوع من أنواع الهزال اللي هو بالعربي لا ده اللي بيعمل تكميم معدة ده بيبقى مش قادر بالظبط. الوصف بدأ يتحكي لنا كده في الفترة الأخيرة، إن كتافه نازلة مش قادر ياخد نفسه، إن مجهوده ضعيف. الكلام ناتج من ناس مش متخصصة، الكلام خارج عن ناس مش متخصصة. إحنا بنعرض حالات لمدة 12 سنة اشتغلناها، كان جدير بينا إن إحنا لازم نقول الحقيقة للناس. رقم واحد السمنة مرض، رقم اتنين على مستوى العالم علاجه جراحي، رقم تلاتة احنا العمليات المتاحة عندنا تكميم معدة وتحويل مسار. لما هنعرض العمليات ونتكلم عليها احنا بنتكلمش بطريقة إيجابية، لأن احنا مش هدفنا نقول تعال اعمل تكميم تعال اعمل تحويل، لا خلاص احنا بنقول ان دي الاوبشن المتاحة اللي ساعتها هتخلص من السمن. يمكن الفيديو بتاعك اللي انا شفته بطريقة مختلفة عن 10 سنين فاتوا. أنا لما شفت الفيديو لقيت برضو من كلام الناس وتعبيراتهم إن الولد قاعد في وسط أسرة مقارنة. الأسرة كلها بتاكل فهو بيدينا إيحاء إن السمنة إلى حد ما عادة مكتسبة، وده حقيقي، هو فيها نوع من أنواع البيهيفير أو العادة المكتسبة من الناس اللي حواليه. ناس بتاكل فبيقعد بياكل الأكل، بيحب اللمة فبيبدا يزيد في الوزن، وطلع القريه كلها بتاكل. بس الحاجه الجديده بقى اللي انا خدت بالي منها بعد 12 سنه ان الراجل ده مظلوم، لان السؤال ده اتسال والناس كتيره اتكلمت فيه، ان الناس اللي بتلجا لعمليات سمنه تكميم او تحويل هي عندها ضعف في الاراده. هو ما حطش نفسه مكان العيان. العيان ده بياكل غصب عنه ليه؟ لان العيان ده بياكل كميه الاكل اللي حضرتك بتاكلها وانت وزنك 80 كيلو، انما هو وزنه 120 كيلو، كمية الاكل دي ما بتكفيش انه ينتج الطاقة الكافية عنده.
وده اللي فسره العلم للباثولوجي او سبب السمنه. سبب السمنه على مستوى الخليه ان الميتوكوندريا اللي هو المصنع اللي بيصنع طاقه عند الناس دي ضعيف، فعشان ينتج نفس مستوى الطاقه اللي تمشي الناس الطبيعيه محتاج كميه اكل قد كده، فلما ياخد كميه الاكل الكبيره دي جدا عشان ياخد الطاقه الكافيه انه يمارس حياته كانسان طبيعي، في جزء كبير منها بيتحول لدهون، وبالتالي اللي هو ده بقى احساس الجوع. ده اللي بنتكلم على مستوى الخليه اللي هو الميتابوليزم، اللي هو لما عملوا جراحات السمنه ما قالوش جراحات التخسيس، لا في المراجع كلها هي بقت دلوقتي اسمها ميتابوليك سيرجري، اللي هو على مستوى الميتابوليزم، اللي هو الناس بتعرفوا على انه الحرق، اللي هو الناس ممكن تبقى قاعده وتقول ايه اصل انا حرقي ضعيف، وحرقك ضعيف ده لان انت السايكل عندك على مستوى الخليه ضعيف، يعني في باثولوجي موجود. فالراجل اللي بياكل كتير ده ما تلوموش وتقول انت لو قفلت بقك هتشبع او قفلت بقك هتخس، الكلام ده كان بيتقال زمان، زمان ده اللي هو ايام الفراعنه وايام اليونان اللي هو يقفل بقه، وكانت فعلا محاولات العمليات في البدايه ان هم كانوا ده في التاريخ واحنا بنقرا بيخيطوا الشفايف وبيحطوا شالموه عشان مجرد ان هو يشرب، وبرده كان بيزيد لانه محتاج سعرات حراريه عاليه. الخلاصه او الهدف، السمنه مرض، السمنه ليها باثولوجي، السمنه اتدرست على مستوى العالم، وفي 2003 قالوا ان العلاج الوحيد العلاج الوحيد للسمنه هي الجراحه. السمنه بتسبب 60 مرض لو قعدنا نعد من اول السي ان اس الجهاز العصبي لغايه المفاصل هنلاقي انها بتسبب امراض على مستوى جميع الاعضاء. ساعتها نقدر نتقبل لا ده الناس دي مظلومه، لا الناس دي محتاجه تدخل، التدخل ده في صوره عمليات جراحيه قد يكون ليها جوانب غير مضيئه، بس دايما انت بتشوف الادفانتج قصاد الديس ادفانتج. يعني لما نيجي نتكلم على عيان مثلا فور اكزامبل وهنخش في كلامنا، الفوائد امام العيوب، الفوائد قصاد العيوب، لما تكون الفوائد 90% والعيوب 10% والعيوب دي ممكن نتجنبها يبقى احنا بنتكلم في انجاز عظيم. ف لازم يكون في تفكير منطقي للتعامل مع السمنه. الناس اللي تتكلم في جراحات السمنه المفروض ان هم يكونوا ناس متخصصين واساتذه. احنا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه وبنقوله هنا ده احنا بندرسه للطلبه هنا وفي انجلترا، فاحنا ما بنتكلمش كلام من الخيال. فلما تبقى في اشاعات كتيره على جراحات السمنه وان في مشاكل ناتجه وجوانب غير مضيئه، من حق الناس تعرف ليه بيحصل كده. طيب اول هذه الاشاعات يقول لك هتعمل عمليه زي تكميم المعده، المريض بعديها بيجي له اكتئاب. انا ما شفتش مريض، انا بصراحه كدكتور يعني، سواء من الاصدقاء المقربين وكثير منهم مشاهير، انا ما شفتش حد فيهم جاله اكتئاب. بالعكس انا كل اللي شفتهم على مستوى الرؤيه، انا بديك شهادتي انا على مستوى جراحات التكميم، سواء اللي انا شفته من مرضاك انت او حتى من الزملاء الاخرين، شفت بالعكس عندهم سعاده. فمنين جت هذه الاشاعه؟ الاشاعات دي دايما بتيجي من احساسهم بلذه الاكل. الناس اللي بتتكلم الكلام ده هي ناس ما عملتش عمليات، هي ناس خايفه انها تعمل العمليه لانه مش متخيل ان هو لما ياكل كميه اكل قليله هيوصل لنفس اللذه والسعاده اللي بتحصله لما بياكل كميه اكل كبيره. احنا على مدار 12 سنه انا ما شفتش على الارض عيان عنده اكتئاب نتيجه اللي هو نزل في الوزن. احنا دايما لما بنقول للعيانين انت هتعمل تكميم او هتعمل تحويل مسار وتفر القرار اللي احنا هناخده، احنا بنقول احنا هتصغر 10 سنين، احنا ما بنبالغش. هو فعلا بيصغر 10 سنين وبيصغر 15 سنه، من ناحيه المجهود بيصغر، من ناحيه الشكل العام بيظهر، من ناحيه الحاله النفسيه بيصغر 10 سنين، لان هو عيان السمنه هو عيان منعزل عن المجتمع.
عيان لما بيروح يشوف اي حاجه عايز يلبسها تيشيرت او 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 هو بيروح محل واحد في محل على فكره كان في محل واحد بس في مصر في المهندسين انا كنت بفوت عليه هو المحل وهم بيقولوا له كده والمحلات دي بتبقى عارفه انت مقاسك في حته في الحته الفلانيه المهندسين ده احساسه في حد ذاته بيسبب اكتئاب انما كمرضى يحسوا باكتئاب نتيجه اللي هم بداوا ينزلوا في الوزن انا ما شفتش حاجه زي كده اطلاقا على مستوى 12 سنه احنا بنشتغل عمري ما شفت حاجه زي كده فدي اشاعه تعتبر كوميديه يعني. جدا لان انا شفت ناس بقى في المشاهير الوطن العربي اللي عملوا جراحات سمنه كلهم نجحوا جدا في ان هم جماهيريتهم بتزيد يعني في ممثلين في مصر كانوا بالبلدي بعيد عن الشاشه دلوقتي بيمثلوا طبعاً بشكل كويس جدا طبعا وحياتهم رجعت تاني اه بس هم بيبصوا للجوانب اللي مش مضيئه اللي هو على سبيل المثال بدا يحصل سقوط في الشعر في اول سنه من بعد العمليه بداوا يتصيدوا بعض العيانين اللي ممكن يحصل لهم قيء مستمر بعد العمليه ويقولوا ان في اعراض جانبيه للعمليات بداوا يشوفوا العيانين اللي عندهم مشاكل اللي هم لا يمثلوا نسبه اكتر من 1-2% وبداوا يعرضوها بصوره قويه مين اللي بداوا مين دول احتمال ممكن يكون في ترند لان احنا زي ما احنا بنتكلم من 10 سنين احنا كنا بنقول يعني ايه تكميم وكنا بنشرح ان احنا بنقص جزء من المعده تقريبا زي الفيديو حتى بقى الكلام على الفيديو دلوقتي كوصف على ارض الواقع بالنسبه لي بقى مختلف ان احنا ما بنقصش برسنت معينه لان احنا عمرنا ما نقدر نقيس برسنت 80% و90% الكلام ده لحد ما تجاري انا ما يهمنيش بشيل قد ايه انا اهم حاجه انا بسيب قد ايه انا بالنسبه لي انا بشيل اكبر سيرفيس اريا من المعده يعني ايه اكبر جزء ممكن اشيله من المعده اقدر اشيله واقل جزء ممكن اسيبه طب اقل جزء ده الستاندر على مستوى العالم وده اللي احنا ماشيين بيه اللي هو من 160 مل ل 180 مل اللي هو حجمه لا يتعدى نص ازازه الكنز بس في شروط وانا بشيلها الشروط دي بتيجي بالخبره يمكن الناحيه التكنولوجي اللي اتعملت في خلال ال 12 سنه اللي فاتوا بداوا الى حد ما يزودوا عوامل الامان عشان يزودوا السيفتي بتاعه العمليه والاعراض الجانبيه الامان احنا لما بنبدا نشيل انا يهمني جدا ان انا اشيل المعده واسيب فيها من 160 ل 180 ملي نص ازازه الكنز اللي هو بعد شهر من العمليه ما ياخدش اكتر من 3 صوابع محشي وما ياخدش اكتر من 3 معالق لحمه مفرومه ودبوس فرخه وممكن ياخد كمان نص كارع بالبلد يقصد الناس اللي هو ممكن ياكل جميع انواع الاكل وجميع انواع الفيتامينز بس الكميه قليله جدا طب انا كجراح ما انا ليا دور هي القصة مش مجرد قصة لأن أي حد ممكن يخش يشيل المعدة ممكن يشيل 30% 40% أي جزء هيتقص من المعدة بعد العملية فرشور العين هيخس هي الفكرة مش إن بعد العملية هي الفكرة على مدار سنة ونص وعلى مدار حياته بعد كده لازم المعدة تبقى مقصوصة بالظبط الجدار الأمامي قد الجدار الخلفي لأن لو في جدار أكتر من جدار هتبقى المعدة لف وبالتالي ابسط ما فيها العيان هيحصل له مغص وهو بياكل لان الحركه بتاعه الجهاز الهضمي موجوده على الجدار الامامي وموجوده على الجدار الخلفي لو الحركه دي مش منتظمه لازم يكون الجدار الامامي مش متساويه لازم يكون الجدار الامامي قد الجدار الخلفي دي رقم واحد طب دي تقلل ايه دي تقلل المغص لما العيان يجي ياكل دي تقلل الترجيع معنى كده ان الترجيع ليه دور كبير للقصه بتاعه الجراح افرشور وانا كجراح بقول الكلام ده اول ما بدانا نشتغل من 10 سنين وقعدنا تقريبا سنتين ثلاثه في الليرنينج كيرف اللي هو وصلنا للمستوى اللي احنا نقدر نعمل بيه العمليات بمنتهى الامان كان في عيانين بيرجعوا ليه عشان القصص دي انما مع الوقت خلاص لان احنا بدانا نفهم ان لازم الجدار الامامي يبقى جدار الخلفي قد الجدار الخلفي حاجه تانية اللي يقلل من نسبه التسريب والناس كتير اتكلمت على موضوع التسريب طب هو ليه التسريب بيحصل هل التسريب نتيجه للدباسات ماشي الدباسات ليها دور بس في حاجه اهم التكنيك بتاعه الجراحه تكنيك العمليه نفسها ما لو الدنيا اتقفلت جدا وبقت ضيقه من تحت هيزيد الضغط جوه المعده وبالتالي يؤدي
لزياده البريشر على او زياده الضغط على على خط الدبابيس، فهو الدبابيس ما بتفكش، هي الدبابيس بتمزع، المعده نفسها بتمزع لما بيزيد الضغط. يبقى انا كجراح في التكنيك لازم تبقى الحته اللي تحت اللي هي اسمها الانسيزيورا او اللفه بتاعه المعده لازم دي تبقى مريحه وواسعه. حتى العيانين في الفتره الاخيره في خلال سنتين اللي فاتوا كانوا مستغربين جدا وبيتكلموا في التليفونات، واحنا ان كونتاكت على طول. احنا العيان بالنسبه لي هو اول 30 يوم تحت تحت المنظار بصوره قويه جدا، تحت المراقبه جدا، لان مراقبه من فريقك من شغلك. لان الاعراض الجانبيه للعمليه لازم اكون مراقب اكسبتد لغايه 30 يوم من بعد العمليه. لازم اكون يقظ ليها كمان، لان لو اكتشفتها مبكرا هنخل يعني ان شاء الله الموضوع ينتهي والعيان يمشي بسلام. فكانت الناس مستغربه في الفتره الاخيره في خلال سنتين ثلاث سنين اللي هو ما فيش ترجيع. طب فانا بساله، طب انت ايه مشكلتك لما ما فيش ترجيع؟ هو في ذهنه دايما ان كل اللي بيعمل تكميم بيرجع. دي صوره خاطئه تماما، دي الى حد ما يا اما في مشكله في المعده، في التهابات، او في مشكله في تكنيك القص نفسه. فاحنا لما بنيجي نتكلم على تكميم المعده من 10 سنين غير لما نتكلم على تكميم المعده دلوقتي. احنا بنشيل اكبر جزء، بنسيب تقريبا 160 ل 180 مللي. بمناسبه بنسيب دي، هو العيان ما بيشوفش حاجه، فانا بقول للعيان هو انا دلوقتي انا هسيب لك 160 ل 180 مللي، طب انا هسيبهم على اي اساس؟ وهو في بعض العيانين بيسالوا انت ازاي هتسيب 160 و180 مللي، انت هتقيس جوه ولا حاجه؟ لا، هو بيبقى فيه خرطوم كده اسمه بوجيه، والعيان نايم بيخش من بقه يعدي في المريء يوصل لغايه المعده، وبعد كده احنا بنقص عليه كانه بطرون، بس بنفس بالملاحظات بقى الفنيه اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هو الجدار الامامي قد الجدار الخلفي، ان المعده تبقى واسعه من الحته بتاعه الانسيزيورا، ان انا بشيل اكبر جزء ممكن، بحيث ان انا حتى الشباب اللي معايا بقول لهم يا جماعه المعده دي دريند. دريند يعني ايه؟ سالكه، اللي هو ما فيش حاجه هتعوق الاكل او الشرب، وبالتالي الضغط جوه مش هيزيد. التكميم دلوقتي غير 10 سنين فاتوا، القصة ليها دور كبير جدا في الأعراض الجانبية اللي العيان بيشتكي منها على المدى البعيد، وأهم حاجة موضوع الترجيع. موضوع الترجيع بقى ده بقى في أذهان المرضى دايما إن لازم التكميم فيها ترجيع. بعض الناس اللي بتقعد ترجع، تعرف في الطب عندنا في حاجة اسمها الليل الحلقة المفرغة اللي هي الفيشن سايكل. ترجيع بيقلل البوتاسيوم فبيحصل ترجيع، ترجيع بيجيب ترجيع بيجيب ترجيع، انت لازم تكسر القصة دي. هم دول العيانين اللي بيبقى عندهم مال نيوتريشن، هم دول العيانين اللي بيبقى شكلهم هزيل، هم دول العيانين اللي ممكن يدوا باد امبريشن عن عملية التكميم. فبالتالي السيرجيكال تكنيك او طريقة قص المعدة ليها دور كبير قوي في الأعراض الجانبية، مش مجرد أعراض جانبية على المدى القريب، لأ، أعراض جانبية على المدى البعيد اللي هو الترجيع، لأن الترجيع ده ممكن يقعد سنة وسنة ونص وسنتين، وممكن يكون الترجيع ده هو سبب من أسباب فشل العملية على المدى البعيد. وده السؤال دايما اللي العيانين بيتكلموا لما أنا بقول لهم، على فكرة أنا مناصر للتكميم قوي، بين قوسين كده عشان حاجة مهمة قوي، لأنها ماشية مع طبيعة ربنا في الجهاز الهضمي. أنا ما لعبتش في الخلق، ما انا ما لعبتش في الامتصاص، انا جاست ان انا قللت من كميه الاكل. فناس كتير قوي بتسال، طب انا هعمل تكميم، طب ما انا هزيد بعد سنتين او ثلاث سنين. الكلام ده يحصل بقى في العيانين اللي انا بقول لك عليهم دول، اللي هم بيرجعوا عمال يرجع 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 يرجع، مش عارف ياكل. فحله الوحيد ان هو ياخد مصدر للطاقه مختلف ما يقدرش يرجع منه، فساعتها البيهيفير بتاعه يروح لاجئ للسكريات والحاجات السهله ذات السعرات الحراريه العاليه، السوائل بقى، السوائل، عصاير، ميلك شيك، ياخد الحاجات اللي فيها هاي كالوري فشار، اللي هي الحاجات اللي مليانه زيوت، بيبسي، كل الحاجات دي هو ما بياخدش حاجه. اولا هي ما فيهاش اي فيتامينز، ما فيهاش اي مينرالز، فيها سكريات
تبدا تزوده في الوزن او على الاقل تثبته، فتؤدي على مدى 3 سنين أو 4 سنين ان فعلا العمليه تفشل. اذا من الواضح انه من كلامك، انا هبقى صراحه قوي، انه عرض زي الترجيع سببه انه حد ما كانش واخد المنحنى التعليمي الجيد في الاجراء بتاع الجراحه، عمل العمليه مش بالمقاييس المظبوطه قوي من فتره زمنيه معينه، وبالتالي بدات تظهر الاعراض. راح جاي الناس اللي يهمهم ان جراحه السمنه ما تاخدش من مساحه السمنه المساحه الكبيره، تصيدوا زي ما بيقولوا، اصطادوا في الماء العكر، فدخلوا واطلقوا الفكره او مسكوا في زي ما بيقولوا اهو الحق دقيق. مش ده اللي انا فهمته بقى، دي حقيقة. ده بمنتهى الصراحه دي حقيقة. الواقع بتاع تصيد حدث المفروض انه نادر ونصدره للناس على انه حدث فيري كومن. ده حقيقي. وانا من برنامج حضرتك احب اقول لك ان مصر على مستوى الوطن العربي من اقوى الدول في جراحات السمنه. احنا عندنا ومن اشطر الدول في جراحات السمنه. مفيش حد زينا. وان ناس مرضى من انجلترا واستراليا بينزلوا مصر عشان يعملوا تكميم معدة وتحويل مسار. فالمصلحة مين ان احنا نطلق اشاعات بدون بيزس؟ مش احنا، ما هو اللي حصل زي ما انا قلت لك بمنتهى الصراحة، المشكلة في بعض المنتسبين الى الطب وليسوا اطباء. ما في ناس ولا كلية طب ولا حاجة وبيروح ياخدوا دبلومة مش عارف ايه منين، ويقول لك انا بتاع تغذية بتاع اكل بس. ما هو ده بيعمل مشكلة كبيرة بالنسبة، ولا هو خريج علاج طبيعي ولا خريج طب ولا خريج حاجة، بس المريض كده عنده مشكلة. المريض بيسمع كلامين وبيسمع آراء مختلفة، بيحصله تشويش. يعني في ناس بتمتنع انها تعمل عملية. انت كده قللت فرصه في الحياة بصورة طبيعية. اللي احنا شفناه على مدار 12 سنة من جراحات السمنة، من إنجازات وتغيير في الحياة الشخصية وعلاج لأمراض زي السكر من النوع الثاني والضغط، ده على سبيل ده من الحاجات اللي احنا شفناها. يمكن احنا قريناها في الكتب أول ما بدأنا نشتغل جراحات سمنة، بس شفناها على أرض الواقع. الناس اللي بيبقى عندها زيادة في السي اس اف مع زيادة في الوزن، اللي هو زيادة في السي اس اف بريشر، ضغط السائل النخاعي بتاع المخ بيزيد مع الوزن، جالنا عدد لا يستهان به من العيانين دول وعندهم زياده في الوزن ومركبين صمامات. واكيد انت ادرى بالصمام اللي بيتركب صمام عشان يسرب سائل النخاعي. لما بيعملوا تكميم وتحويل مسار حالتهم بتتحسن بصوره كبيره جدا لما بيبداوا ينزلوا في الوزن، والبريشر بيتعدل وبيتظبط مع الصمام اللي متركب. اول مره تتقال في البرنامج، انه احنا دايما نقول ضغط وسكر، لان انت اضفت لنا عيانين الام اس. الام اس اللي هو التصلب اللويحي، او التصلب المتناسل، التصلب المتعدد. ما هو متناسل او متعدد. عملنا عدد من العيانين دول اتحسنوا بصوره كبيره جدا بعد عمليات تكميم المعده وتحويل المسار ونزول الوزن. احنا بنقول ان السمنه بتعمل 80 مرض، احنا لو عددنا الاجهزه هنقول هو مفيش مرض السمنه. ببساطه السمنه دي عباره عن ايه؟ يعني هو ايه مرض السمنه؟ هو عبارة عن دهون زيادة في الجسم، بس هي دهون مش صحية، هي دهون في صورة دهون في حالة ملتهبة مستمرة، اللي هو انفلاماتوري ريسبونس سندروم، ان الدهون دي على طول بتطلع مواد التهابية واجسام مناعية وبتبدأ تنتشر في الجسم كله. والدليل على كده ان لو جبنا عيانين السمنة، زي ما بيحصل تضخم في الطحال، زي ما بيحصل تضخم في الكبد، زي ما بيحصل بالظبط يحصل تضخم في النسيج الدهني. بس هل النسيج الدهني ده مفيد؟ لا، هي الدهون متوزعه بقى فين؟ الناس بتشوف المنظر من بره، ده وزنه زياده 140. لا، هو مش من بره، ده الدهون دي موجوده في القلب، الدهون دي موجوده في الكبد، الدهون دي موجوده في الطحال، الدهون دي موجوده في الجهاز الهضمي. احنا بنشوف المنظر ده، الدهون دي متوزعه على مستوى الجسم كله. احنا كنا بنشوف المنظر ده، معلش انا اسف اللي هقوله بس ده حقيقه، احنا كنا بنشوف المنظر ده في المشرحه. رجالنا كنا واحنا طلبه في كليه الطب في سنه اولى وثانيه وثالثه، كان أسوأ حاجه ان انت تشرح جثه لحد بيعاني من سمنه جدا، تشريحها صعب جدا.
لانه كميه الدهون عاليه قوي. كميه الدهون جوه الاعضاء. كنا بنشوفها جوه الاعضاء. وده اللي بيحصل. ابسط مثال ان بيحصل تضخم في الكبد نتيجه لزياده الدهون، اللي هي دكاتره الاشعه التلفزيونيه بتقول فاتي ليفر، ويحصل فاتي انفلتريشن. وبعد كده لو الموضوع كمل والدهون زادت بيبدا يوصل لمرحله فشل الكبد اللي هي السيروزس. تليف كبد. ده ساعات تعمل ايه؟ ساعات تعمل حاجه اسمها فالمال انتيباتيك فيلير. انا هدخلك بقى في تخصصي في شغل هنا. فالمال انتيباتيك فيلير يعني تلاقي ايه؟ الدهون عملت في الكبد التهاب مفاجئ حاد جدا. ده العيان بيدخل في استسقاء مفاجئ ونشع في المخ، والمخ بيبدا يحصل له زي نوع من الغيبوبه، تسمم، يعني ممكن يتوفى يموت. طبعا يعني نتيجه لزياده الدهون. حاجه اسمها اكيوت فالمال انتيباتيك فيلير، لان الدهون دي مش دي دهون في حاله ملتهبه بصوره مستمره. احنا يعني لو عملنا تحاليل للناس اللي عندها زياده في الوزن اللي هم الموربيد اوبيستي والسمنه المفرطه، هنلاقي ان السيري اكتف بروتين والاي اس ار اللي هم دلالات الالتهاب، دلالات الالتهاب عاليه عندهم، عاليه جدا من غير حاجه. وبيفسروها يقول لك انا عصير عندي نقرس، ما ده الميتابوليك سندروم. ده الميتابوليك سندروم. ففي بعض النقط عن جراحات السمنه لازم تبقى معروفه. العيان لازم يبقى عارف هو لما بيجي لنا العيان في العياده، احنا بنشوف وزنه، بنشوف طوله، بنشوف سنه، بنشوف لازم نبقى عندنا صوره عن الحاله الاجتماعيه، هل هو بيشتغل ما بيشتغلش، بيتحرك ما بيتحركش، هل هو هل لو هي واحده ست خلفت ما خلفتش والسبب ايه. لان ناس كتيره جدا بتجي لنا من مراكز اي في اف، مراكز حقن مجهري، مراكز حقن، يروحوا يخسوا الاول. خسوا الاول زي ما كان، زي ما الدهون بتتركز على مستوى الجسم وعلى مستوى الخليه وتقفل الريسبتورز بتاعه الخليه المستقبلات للانسولين، فيبقى في مقاومه انسولين. ده بمناسبه ذكر الاناث. في حاجه تانية اسمها مقاومه استروجين. بتتركز برضو في مستقبلات الاستروجين، وبالتالي عند الستات الاستروجين ما يبداش يشتغل بصوره طبيعيه، فيبدا يحصل بوليسيستيك اوفري، تكيس مبيض، تكيسات مبيض، واضطراب في الدوره الشهريه وانفيرتيليتي. فلما بنعمل تكميم المعده او تحويل المسار ايا كان الاختيار اللي احنا هنختاره مع العيان، بتبدا القصص دي كلها تختفي. طب ومن الحاجات اللي احنا شفناها وكنا بنتكلم عليها نظري من 10 سنين، النفس والنوم. والناس اللي هتشوفنا دلوقتي وعملت عمليات، انا اتحدى ان في اول 24 ساعه بعد العمليه الناس اللي عندها ايرواي اوبستراكشن، ليله العمليه بعد ما بنعمل تكميم المعده او تحويل المسار، النفس بيبقى طبيعي تماما، اللي هي السليب ابنيا سندروم، اللي هو انقطاع النفس، اللي هو العيان يبقى بالليل، الناس اللي عندها زياده في الوزن بيقوم بالليل على الساعه 3 الفجر على شرقه، على شرقه مش قادر ياخد نفسه، وبيروح جاري على الشباك، نفسي نفسي نفسي، السليب ابنيا سندروم، وبيعلوا المخدات. وده يمكن كان بيتفسر زمان على اساس ان زياده الدهون في مجرى التنفس. طب وهو ازاي؟ منين؟ لما نعمل تكميم المعده في اول 24 ساعه واحنا ما عندناش نقص في الدهون، لسه بتبيع السليب ابنيا سندروم، لسه ما خسش الراجل، ومع ذلك صعوبه في التنفس والسليب ابنيا سندروم بتختفي في اول 24 ساعه. يبدو ان قبه المعده دي اللي انتوا بتشيلوها دي فيها اسرار كبيره. مش المعده بيت الدقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. بس ده برضو ما يديناش تفسير، او ان سوري ما يديناش مبرر ان هي بما انها بيت الداء ان احنا نقص. لا، بس احنا نقصها لما يبقى فيه داء، لما يبقى فيه سمنه، لما يبقى فيه امراض مترتبه عليها، لما يكون السكر يتعالج، ان انا اشيل جزء من المعده يبقى انا حميت العيان من السكر. في المقابل لو في الى حد ما بعض الضعف في المينرالز او الفيتامينز وانا اقدر اعوضه، دي خساره بسيطه جدا. لما يبقى عيان السكر يقدر يخف، وفي نواحي تانية من السكر. بمناسبة السكر، يمكن النهاردة احنا بنحكي حكايات، والحكايات دي على فكرة من أرض الواقع. القدرة الجنسية عند الرجالة للمرضى اللي عندهم سكر، أنا الناس اللي شفتها واللي احنا درسناه، إن بيحصل اختلاف في السنسيشن والإحساس
عند الرجاله اللي عندهم سكر، وخاصه اللي عندهم سكر لمده طويله واللي بياخدوا انسولين، وده شيء طبيعي. وبيحصل لهم اللي هي الجلاف اند ستوكينج، اللي هو الستوك، هي ستوك اند جلاف، اه اللي هو بيحصل بريفرال نيوروبس، التهاب في الاعصاب الطرفيه الرجلين الاول بعدين الايدين. تم... انت بقى بص، ما انت وبطنا انت هتبقى عارف مين الاول. انما احنا بناخدها على بعضها. آه. بعد عمليات التكميم وتحويل المسار بعد شهر من العمليه الاحساس ده بيروح وبيرجع طبيعي، ونفس الكلام بيحصل في الاعضاء التناسليه للرجاله. اه فانت في عمليات، انا من وجهه نظري ان التكميم من احسن العمليات اللي اتعملت في خلال ال100 سنه اللي فاتوا، اللي فعلا افادوا البشريه بصوره قويه جدا. كل ما هندرس عيانين وكل ما هنشوف حالات، كل ما هنشوف فايده تكميم المعده وتحويل المسار. دايما اشبه التكميم او جراحات سمنه بالطياره. بالطياره المثال ده انا بحبه قوي. انت لما هتروح من حته لحته هتركب طياره، طياره ليها بنفيتس عظيمه جدا، بتنقلك بسهوله، تنقلك بسرعه، تروح امريكا في كام ساعه. انت كنت ممكن من غير طياره تروح امريكا من غير طياره، بس هتاخد شهور تمام عشان توصل، شهور وسنين هتوصل. وانت في طريقك بقى ممكن اسد ياكلك، وانت ماشي كده تغرق في المحيط الاطلنطي تمام، في العادي يعني. لو انت لو ماشي على رجليك رايح امريكا يعني، لو ركبت الطياره ورحت في الغالب ان شاء الله هتوصل بالسلامه. صحيح صحيح ان في وانت في الطياره ممكن قوي الطياره دي تخيش او تخيش او تقع، بس كم واحده بالظبط بقى. بس هل ده الطياره تخليني اقول لا 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 اطلع كده اروح جاي قاعد كده اقول لا لا الطيران ده جنان بقى، ما نعملش طيران، نرجع بقى نركب الجمال واحنا رايحين امريكا، نركب جمل او نركب الخيل ونوصل لامريكا، هل ده عقلاني؟ لا. ما هو بقى انت خايف من الطياره، خلاص اركب جمل. انت مش عايز تعمل عمليات، خلاص خس بالرجيم. بس انت كل ما هتتاخر كل ما الامراض هتبروجريس، كل ما هتوصل من ستيج من A ل B ل C ل D، وهيحصل ترهل اكتر في الحاله الصحيه بتاعتك. لا، النقطه المهمه بقى اللي المفروض الناس تبدا تستوعبها، احنا عندنا سمنه وسمنه مفرطه، احنا عندنا مفاتيح. يمكن الكلام بقى انا بقوله من زمان، انت رقم واحد بتاخد الرجيم، ما تقولش انا هروح الجراحه لان ده الحل النهائي. لا، هو مفتاح قوي جدا هيساعد حضرتك ان انت توصل للوزن المثالي، مش هو المفتاح الوحيد. الجراحه جزء وليها متابعه عشان بالتكنيك بتاعها بالطريقه بتاعتها بحيث ان العمليه تبقى سليمه. بعد كده في عندنا تغذيه اللي هي النيوتريشن. انت زي ما انا حريص ان انا اعمل عمليه كويسه وحريص ان النتيجه النهائيه توصل لنتيجه ممتازه، انت لازم تبقى حريص على ان الجزء بتاع التغذيه ده مهم جدا. هي مش مجرد ان احنا بندي فيتامينز، مش مجرد ان احنا، لا ده احنا بنعلمك احساس جديد. احساس الجديد اللي هو احساس الشبع بتاع زمان غير الاحساس الشبع الجديد. احساس الشبع الجديد، وده من وصف الناس بقى اللي عملت العمليه، يقول لك انا باكل لقمتين ثلاث لقمات، وطبعا ده في الاول بعد شهر او شهرين من العمليه، وكميه الاكل بتبدا تزيد تدريجيا على مدار السنه ونص. يقول لك انا الاكل وقف لي هنا، هو ده احساس جديد فكتم على صدري. العيال لازم يعرف الاحساس ده، العيال لازم يعرف ان هو احساس العطش نفسه ممكن يتصور في صورة جوع. فكل ما يعطش على مدار النهار يروح رايح واخد لقمتين، يروح رايح واخد لقمتين، يروح رايح واخد لقمتين، فيلاقي اخر اليوم خد سعرات حرارية عالية فيبدأ وزنه يثبت. لا، انت عطشان بس مخك مفسر الاحساس ده على انه جوع. الحاجات دي كلها احنا بنقولها للعيانين في خلال الست شهور اللي بعد العملية، اللي هو بنغير من البيهيفير وبنعلمه ازاي يتعامل مع العملية، لان لازم يبقى في تعاون ما بين الجراح ودكتور التغذيه والعيان عشان يوصلوا لنتيجه مرضيه وفي نفس الوقت يبقى بصحه جيده. انت كالعاده بتنور وبتشرف. احنا خدنا سؤال واحد واتكلمنا فيه بس. تجاوبنا سؤال واحد بس، سؤال واحد في السكريبت كامل مكون من حوالي 9 اسئله. السؤال ده
قعدنا فيه حلقه كامله. فاضل 9 اسئله ان شاء الله. فاضل 8 اسئله. ماشي، كالعاده بتبدع، وكالعاده الحوار معك مختلف، كالعاده الحوار معك من القلب، وكالعاده الحوار مباشر وصريح جدا، وده واحد من اجرى الحوارات اللي ممكن، لانه احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه. لازم كل اللي بيشتغلوا في عالم السمنه يحترموا الرأي العلمي ويحترموا ويكونوا بالبلدي كده عمل جماعي، هدف في الآخر إن احنا نحط جون زي فريق الكورة. الجون هو إن العيان يوصل لبر الأمان، وإن هو ده الهدف، إن هو يبقى في جسمه كويس. لازم تتضافر الجهود، التغذية مع الجراحة مع الطب النفسي مع البطنة، كله يتفق، ومحدش يفتي في غير تخصصه، ومحدش يكون عنده يعني نوع من أقول الاقتراء على تخصص الغير والحكم فيما لا يعرفه، لأن ده آفة العصر الحديث. السوشيال ميديا أعطت فرصة لغير المتخصصين إنهم يتكلموا زي ما هم عايزين. هم محتاجين إيه؟ موبايل بكاميرا شكله حلو ومصدر إضاءة، ويا سلام لو جاب ميكروفون وعمل برنامج، عمل بودكاست، عمل أي حاجة وسماها أي شيء. في النهاية هو بيخرف لأنه بيتكلم في غير تخصصه أو غير شغلته. أرجوكم انتبهوا، لأن ده في منتهى الخطورة. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة واستشاري جراحات النظير بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة والجمعية الأمريكية لجراحات السمنة والجمعية الأوروبية لجراحات السمنة، واحد من ميجا ستار هذا العالم. نورت وشرفت الناس الحلوة. تسلم، نورتنا بجد. شكرا، خليكم مع الناس الحلوة. الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا، وموضوع الحقيقة واسع الانتشار شديد الأهمية، الألم. احنا نتكلم النهاردة عن ألم، وألم أسفل الظهر وألم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعة ظهره ما بيوجعوش؟ إحنا بنعمل حاجات بظهرنا أو بنعمل حاجات ممكن تضر الظهر كتير قوي، منها الوزن الزيادة، ده من أكتر الحاجات. حاجات تانية بقى كتيرة بقى في العالم دلوقتي، علم مهم جدا بقاله سنين طويلة موجود وفي مصر برضو وناس كتير ما تعرفش عنه حاجة، اسمه علم علاج الألم. ده مهم قوي طبعا بعد التشخيص، نحن أطباء بيهمنا جدا التشخيص، لكن علم علاج الألم ده هنفهمه النهاردة من واحد من رواد هذا العلم، واحد من الكبار على المستوى المصري والعربي والإقليمي. أنا سعد جدا بحوار من طراز رفيع مع اسم كبير في علم كبير. علم علاج الألم ده علم خطير جدا ومهم للغاية ومتنوع للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم الكبير والرائد القدير لهذا المجال. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل الناس ظهرها بتوجعها، كثير من الناس، إحنا بنسيء استخدام ظهرنا صح؟ ده حضرتك بتقول مقدمة رائعة. ربنا يخليك. وأضيف عليها جيم. بيجي لي ناس يعني شباب وبيلعب جيم، وليه بيلعب الجيم غلط، مدرب مش فاهم يخليه يشيل اثقال غلط، دي بقت منتشره برضو. فطبعا الام الظهر دي والرقبه والموبايل، حضرتك قلت برضو الموبايل، الحاجات دي مهمه جدا. انا ليا تجربه في الجيم دي لا انساها. لا انساها. اقول لحضرتك اللي بيحصل في الجيم ايه. رحت مره وانا يعني بلعب ملاكمه، بس مش راجل كبير، مش صغار في السن يعني، فروحت اتمرن في جيم من الجيم، جيم مشهور قوي. دخلت على جهاز رفع اثقال بيحط فيه الاثقال. فلقيت واحد هو اقل ما يتقال عليه ان هو ما بين البشر وما بين الكائنات الفضائيه، حاجه اطول مني وانا طويل ضخم وادي 4 مرات وكله عضلات، يعني بطل، يعني واضح ان ده بطل مصر او بطل العالم في كل حاجه يعني. داخل بيتمرن على نفس الجهاز اللي انا بتمرن عليه، وقال لي جمله لطيفه، قال لي يلا 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 بكباتن مع بعضينا. فانا طبعا ايه يعني انا برضو ايه الحمقه، حط 500 حاجه كده وبدا هو يشيلها.
وقال لي يلا عاش ادخل في منتهى الخطوره. طبعا انا انا اتخورت وحبيت ان انا اشوف، قلت يمكن اعرف اشيلها، ما عرفتش احركها. قلت له عاش انت، عاش وربنا انا جالي خليك لينا يا باشا. الشهر اللي فات طفل 15 سنه وعنده اكيوت ديسك، ديسك حاد 15 سنه والناس محوله دكتور مخ واعصاب، بعدين قال لك هعمل له عمليه ازاي ده 15 انفجار في الديسك يعني. انفجار في الديسك من شيء غلط يعني، برغم ان هو في السن ده يعني لسه الغضاريف المفروض ما يشتكيش من حاجه ولا هو حاجه مهمه جدا، اعداد غلط، شيء غلط، موبايل غلط، نومه غلط، اسباب كتيره تخلي الديسك يظهر في الرقبه وفي الظهر. سؤالين مهمين قوي، التخصص علاج الالم التداخلي هذا هو صحه العالم الان، السؤال الاول. السؤال الثاني، نوع معين من الالم مهم جدا هو الم العمود الفقري. انا عايز حضرتك تشرح لنا السؤال الاول والثاني. علاج الالم ده علم جديد نسبيا في الطب، كانوا كان زمان كل تخصص يعالج الالم بتاعه، دلوقتي لا بقى الالم وبالذات الالام المزمنه بقى ليها دكتور مخصوص يعالجها. الالم بيتنقل عن طريق الاعصاب، فشغل علاج الالم التداخلي العمل على الاعصاب الملتهبه اللي فيها اللي بتنقل الوجع. بنعالج بقى الام العمود الفقري، الصداع، الام الحزام الناري، الام تانيه كتيره جدا، الام الكانسر بانواعه، الام المفاصل، واشهرهم يعني اقدر اقول ان 50% 60% من مريدي او اللي بيروحوا لعيادات علاج الالم علاج عمود فقري، وبالاخص المنطقه القطنيه اللي هي اسفل الظهر. وكانوا زمان الاتجاه الوحيد انه يخش يعمل عمليه ولا يجي له غضروف او كده، دلوقتي الموضوع تطور والعلم كله بيتجه الى بنسميها مينيمال انفيزيف سيرجري، ان انا بدل ما اعمل مراره مفتوحه بعملها بالمنظار، بدل ما اعمل الركبه عمليه مفتوحه بعملها بالمنظار. نفس الكلام في العمود الفقري، وفي عمليات لا لازم تبقى مفتوحه، في عمليات تانية لا ممكن اعملها بابر تخش للغضروف اللي فيه مشكله والعصب اللي فيه مشكله ونعالجه باجهزه جديده. وده التطور بقى، ده الحاجات الجديده اللي بتحصل، لان يعني تخيل بقى فتره نقاهه احسن عن بيخرج في المستشفى بسرعه. فطبعا العلاج الغضاريف بالطريقه الجديده اللي هي كوبليشن او كواجيليشن اند ابليشن بتخلي المريض بيشنت ساتسفاكشن وارضائه هو يبقى احسن، نتائج اف دي ابروفد في كل العالم، الامريكا كفود اند دراج ادمنستريشن موافق عليها، دبليو اتش او موافق عليها، فهي مش تجارب، مش عدينا مرحله التجارب، بقت حاجات ثابته وفيكسد جدا ونتائجها واضحه. ولازم زي ما انت برضه حضرتك قلت في الاول ان التشخيص مهم، تشخيص مهم جدا، ان انا اشخص الاول وبعدين ابتدي اتعامل مع المشكله اللي عند العيان. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه، يعني كل الناس عندها الم في ظهرها، الظهر ده فيه جلد، فيه عضلات، فيه عظم، فيه مفاصل، فيه اعصاب، فيه غضاريف، المشكله جايه منين؟ لازم اللي بيشخص يشخص صح الاول، بعد ما يشخص صح كل حاجه ليها مشكلتها. من اشهر المشاكل في العمود الفقري اللي هو اكتر حتتين بيتحركوا، الرقبه والظهر واسفل الظهر، دول بيتحركوا كتير وبالتالي تظهر فيهم الغضاريف. الناس بقى بتسميها غضروف، تسميها ديسك، تسميها اي حاجه، لكن في النهايه هي دي بتبقى من اهم من مشاكل الورده. وزي ما وضحت ان كان في الاول عمليات مفتوحه، عمليه العيان يقعد له فيها ساعه ساعتين بجرح، يطلع بعديها يقعد في المستشفى يومين، وبعد فتره نقاهه طويله وتغيير على جرح وبتاع. دلوقتي بقى تطور، بس مش كل الحالات تنفع لها، عشان برضو ما اظلمش الجراحه، لا الجراحه مهمه في حالات معينه، وعلاج الالم والكوبليشن مهمه في حالات تانية معينه. الاسباب والاعراض الخاصه بالالم، الاسباب اتكلمنا عليها، الشيء الغلط، حضرتك قلت في المقدمه انه عامل بيخزن حاجه غلط، ده مشهوره جدا. يعني من اكتر المرضى اللي بيقول لي في العياده العمال في المخازن يشيلوا غلط، وانه يوطي غلط، المفروض يوطي بطريقه فيكسد واضحه ان ظهره يبقى مفرود، النومه الغلط، انه قاعد نايم قدام التلفزيون فساند ظهره بطريقه معينه على الانتريه، مسكه الموبايل،
الرقبة دي ربنا خلقها تبقى واقفة، حتى لو عملت حركة لتحت أو لفوق تبقى مؤقتة. لكن تخيل واحد ماسك موبايل لمدة نص ساعة بيلعب لعبة، فعمل راسه كده وماسك موبايل، الاسترين والفليكشن ورقبته والعضلات بتاعت رقبته دي، وبعدين العضلات تقلب بقى بمفاصل، تجيله خشونة في مفاصل الضغط. من أهم الأسباب الوضع الغلط والشيل الغلط وماسك الموبايل غلط والقعدة على الكمبيوتر، ان الكمبيوتر بيبقى واطي وهو راسه كاتب او حد على اكاونتنج او اي حاجه محاسبه او كده. دي من اهم الاسباب اللي بتاثر في العمود الفقري وتخلي المريض يشتكي. في سؤال مهم جدا، لو انسان عنده مشاكل في ظهره، الم في ظهره ومقبله خلاص سايبه سايبه بياخد مسكنات، سايبه بيعمل حاجات اللي هي قربه ميه سخنه وبتاع وكده، ايه خطوره، ايه المضاعفات اللي الغضروف ده في مكان حساس جدا في العمود الفقري، ربنا خلقه عشان يمتص الصدمات. ان احنا لما بنتحرك او نمشي او ننط او نشيل حاجه هو كوشن، يعني يمتص الصدمه، اتحرك من مكانه وساده وساده، فاحنا عندنا في ظهرنا كذا وساده بقى، اتحرك من مكانه وزق على العصب، الاعيان الاول يشتكي بالم، تنميل وبعدين الم. لو الموضوع اهمل الغضروف ده يدوس اكتر، يبتدي يعمل ضعف في الحركه، يبتدي العين يبقى عنده سقوط في القدم او في ايده تبقى حركتها اضعف، وده اللي مهمل يبتدي مشاكل الحركيه تظهر، وبعديها مشاكل التحكم في البول، لان في نفس العمود الفقري ده طالع منه الاعصاب المسؤوله عن التحكم في البول، فتلاقي من ضمن المشكله ان العين يقول لك انا ما بتحكمش في البول، عندي سقوط في القدم. دي كلها مشاكل، ولو سابها ممكن تبقى دائمه بقى، يبقى العيان ايه الاول بتبقى مؤقته، ممكن يرجع لو رجله نزلت او عنده صوت في الادم، لا لما يلحق نفسه في العلاج. المشكله الثانيه بقى المسكنات، المسكنات دي العيان يقول لك دي اسمها ادويه العظم، بتوجع المعده، واللي هم يمكن الناس مش عارفاها كتير بتوجع الكلى، لان المسكنات دي هو خطورتها على الكلى ده بتضرها، والعيان ده مزمن يقول لك انا ظهري بقاله سنتين بقاله ثلاثه، فاقول له انت بتاخد ايه؟ يقول لي انا باخد نوعين ثلاثه اربعه مسكنات في اليوم وبقالي سنتين. فانا اول حاجه بقولها له روح حلل الكلى، نعمل تحليل عشان نطمن، لان طبعا ما ينفعش شوف وظيفه يعني الكلى اخبار وظيفه الكلى، لانه ما ينفعش انه ياخد مسكنات. طب ما احنا لازم حل، فيقول لي ما انا مش لاقي حل، بقول له لا الحل عندي علاج الألم، هو ده العلم عشان يحل المشاكل الألام المزمنة، إن هو يوفر له مسكنات يلحقه في المرحلة الأولانية، يوجهه إن هو يروح منه الألم، إحساس رخم، إحساس وحش سيء، ممكن يسبب ما يروحش شغل، ما يروحش شغل. إزاي نشخص المشكلة؟ هو أي ألم يجي عند واحد في ظهره أو في رقبته، الطبيعي انه يقول انا هعمل ايه، هعمل اخد مسكنات، يروح لاي صيدلي وياخد مسكن يوم يومين ثلاثه، وضع طال لازم يروح لدكتور. الدكتور بيبقى في اختبارات بيعملها يقدر يعرف والله انا ارفع رجليك، اختبارات بقى عديده يعني للوصول لسبب الالم ايه. اغلب الناس الألم بيبقى سبازم عادي في العضلات نتيجة قعدة غلط، نتيجة أفشل. سواقة لكن موضوع بتطور أفشى في العضلة، سبازم أفشل يعني أفشى في العضلة، سبازم في العضلة أفشى في العضلة. بعد كده تلاقي إن هو لازم نعمل بقى فحوصات، ده الألم مستمر مش هادي يروح، في تنميل، وصف الألم مهم جدا ومكانه، هل هو في ظهره بس ولا ظهره ورجليه. فيبتدي لما يروح لدكتور متخصص يبتدي يطلب منه أشعات، الأشعات اللي بنحبها جدا الأشعة العادية، نمرة واحد، نمرة اتنين أشعة رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي مستو عن الأشعة السي تي أو بنسميها الأشعة المقطعية، إنه بيبين لي الخلايا والأنسجة الطرية مش العظم، فأقدر أشوف العمود الفقري، أقدر أشوف الغضروف لأنه من الأنسجة الطرية، أقدر أشوف الأعصاب وخروجها وخروجها من الظهر، هل متداس عليها ولا لأ بالتفصيل، فنقدر نكتشف المشكله. ولكن وهي عيان عمل رنين بقاله سنه ولا ممكن نعيده، ممكن نطلب تاني رنين تاني،
إذن هي في الآخر نتيجة كومباينيشن أو يعني اجتماع ما بين تشخيص إكلينيكي وتشخيص بالفحوصات وأهمها الأشعة العادية والرنين. نأتي للجزء المهم قوي بقى في حلقتنا النهاردة، إيه اللي بيوفره علم علاج الألم من أحدث الطرق في التعامل مع مشاكله؟ كان الأول اللي عنده ألم في ظهره ما قدموش غير سكتين، أدوية ومسكنات وقلنا مشاكلها أو عملية جراحية. مش كل الحالات تنفع فيها عملية جراحية، لإما عنده كذا ليفل كذا مستوى، يعني الفقرات القطنية دي لو بنتكلم عليها 5، الفقرات العنقية 7، فإذا العيان اللي عنده 5 ليفل أو 5 مستوى ما هيعمل عملية فين ولا فين ولا فين. أو النوع التاني إن المريض المرض اللي عنده خفيف مش مستاهل إن أنا أفتح ظهره، إذا أنا أعرض مثلا زي الطفل اللي بيقول لحضرتك 15 سنة ده أفتح ظهره 15 سنة عشان أعمل له ديسك، يعني أي حد يمسك الجراح ده هيقول له أنت بتعمل جريمة. الحاجة التالتة الناحية المرضية الشديدة، يعني عنده القلب، عنده الضغط، عنده السكر، تخين قوي مش قادر يستحمل عملية مفتوحة. ابتدى بقى يخش هنا علم علاج الألم. طب أنا أعالج الأعصاب، بتتعالج بجهاز اسمه التردد الحراري. الأعصاب دي ملتهبة متداس عليها مع منملة ومدية ألم في العيان، فبنعمل بإبر بدون فتح ببنج موضعي زي بنج الأسنان بالظبط. الإبرة توصل لحد العصب تحت جهاز أشعة أو جهاز سونار حسب بقى ما بنشتغل إزاي، والإبرة لما توصل للعصب بنشغل الجهاز، يبقى أنا الجهاز ده بيطلع ذبذبات راديو فريكوانسي، ذبذبات راديو بس ذبذبات معينة. الراديو ده تردد صوتي. تردد صوتي يعني يطلع. ده احدث حاجه ان هو بيعالج العصب ويخليه ما ينقلش الم، وفي منه انواع نفس الجهاز بيطلع نوعين تو مودز او تو او نوعين مختلفين من الاكشن. ده اشتغلنا على العصب. طب والغضروف نفسه اللي ضاغط ده؟ لا ده ممكن بقى نشتغل عليه بابره برضو بدون فتح، واوصل للغضروف بالابره والمريض يبقى قاعد صاحي ونايم على وشه معايا لمدة نص ساعة ساعة إلا ربع، والإبرة لما توصل للغضروف في جهاز اللي هو الكوبليشن ده ياكل قلب الغضروف بدون فتح. يبقى أنا بدل ما كنت بفتح وأوصل للغضروف بآلات وقعد العيان فترة نقاهة وعملية ووقت طويل، لا يعني أنا ما أخش بالإبرة. الإبرة يمكن حضرتك شايف دلوقتي الإبرة داخلة جوه الغضروف و الجهاز بياكل قلب الغضروف اللي هو المنطقة اللي هي بسميها قلب الغضروف اللي هي بتضغط على العصب اللي نازل على رجليه. العملية دي كلها تستغرق 45 دقيقة لو كان كذا ليفل، نقول ساعة كذا ليفل يعني أكتر من أكتر ديسك. من مستوى أكتر من ديسك. العين يخرج من أوضة العمليات اللي هي ساعة قعدها معايا وهو صاحي، وساعات بنشغل أغاني، دي حقيقة شغل اغاني ام كلثوم بتاع بقى العيان. فوت العمليات ما بتبقاش معروفه، انا البروتوكول بتاعه نبدا الاول جزء القران في الاول وبعدين بعد ما نخلص الوتر بتاعنا الواجب بتاعنا عايزين ندخل لا فيروز لا ام كلثوم. بتشيل التوتر من العين جدا، بس كله مش لا فيروز لا ام كلثوم. وبعدين بالظبط كده، وبعدين العين يقول لي هو انت بتعمل ايه؟ اقول له انت حاسس بوجع؟ يقول لي لا خالص. بعد ما العمليه بتخلص ال 45 دقيقه دول يطلع على اوضته يلبس هدومه ويمشي. يعني حتى ما فيش قعد في المستشفى اكتر من نص ساعه ساعه ثانيه بعد الاجراء ده. اخر حاجه هقولها ان الالم شعور اجباري كلنا هنشعر بيه، بس المعاناه منه اختياري. انت عاوز تفضل تعاني من الالم هتفضل تعاني من الالم، لكن بتدور على حل. فالمعاناه من الالم دي اختياريه، لكن الالم ده شعور ساعات نقول عليه كويس لان بيقول لي ان في مشكله. حلو. الألم شعور إجباري لكن استمرار المعاناة منه هو اختياري، لأنه الطب تقدم في هذا المنطقة تقدم مذهل وكبير. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم بكلية الطب التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الرائد القدير لهذا المجال. يبقى لنا حوارات كثيرة جدا ومتنوعة، لأنكم يعني الفيلد بتاعكم ده أنتوا بتتدخلوا في حاجات كثيرة قوي. يعني هنتكلم على صداع النصفي أكيد، هنتكلم على مشاكل الألم بتاع العضلات، ده موال تاني خالص، العقد العضلية وموالها وموال آخره. عصب الخامس. عصب الخامس وخصوصا في الشتاء. العصب يا باشا الشتاء ده مش بيضرب خامس وسابع. العيادة بتشتغل على العصب الخامس في الشتاء أكتر من الصيف طبعا. طبعا. لا والشتاء ده بس خامس وسابع وأعتقد سادس، هتلاقي جبناها حوض.
شيطة فظيع. شيطة فظيع. نورتنا دكتور هشام. أنا اتشرفت بيك. شرف لينا. خليكم دايما مع ناس الحمد. تعبير وسائل الإخصاب المساعدة، يعني إيه وسائل الإخصاب المساعدة؟ هي وسائل تساعد العيان على حدوث حملة. قابلية بطانة الرحم لاستقبال الجنين. والدة سليمة وحيوان سليم بإذن الله جنين سليم. الجنين بتاع أطفال النبيب ده أفضل جنين خلقه ربنا عليه في الأرض. من الحقن المجهري بنستطيع تفسير ما هو خافي علينا، ازاي المريض يبقى عنده وعي كامل بان انا محتاج الوسيله دي ودي اللي تنفع معايا. الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعه باليرمو ايطاليا، عضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة العين للخصوبة. أهلا بكم. دايما المرض المنتشر، المرض اللي وقعه على أذهان الناس يبقى مختلف ومتغير، ده مرض بيثير أساسا في دماغنا الاهتمام الشديد جدا. إيه بقى يعني مثلا تكاثر الموبايل؟ مرض منتشر جدا، بي سي او مرض منتشر جدا، ويتلخبط كلمه تكيس تتلخبط مع اكياس على المبيض. واحد يقول لي بقى انت والله يخرب عقلكم، انتوا الدكاتره دول يجننوا. والله مش احنا، هو يعني الترجمه ما بين الانجليزي والطب هي اللي تجنن بيني وبينكم. يعني مثلا ايه لما تيجي تترجم التكيس المبيض، تكيس المبيض اسمه بوليسيستيك اوفر بي سي او. اكياس المبيض اي حاجه، ممكن شوكليت سيست مثلا. فايه اللي جاب دي في الانجليزي؟ دي حاجه ودي حاجه ثانيه بالانجليزي. لما جينا نترجمها للعربي ده تكيس في داخل المبيض ودي اكياس فوق المبيض، حاجه ده مرض وده مرض تاني. خلينا نفتح ملف كبير جدا مع ضيف مهم جدا، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز الرائع صاحب الكاريزما والحضور ودائما حوار انا بقول عليه دايما من الناحيه العلميه مختلف تفصيلي، ومن الناحيه الاعلاميه يرضيني جدا جدا ويثير نهمي الاعلامي، لانه بيفتح قضايا شديده الاهميه واجزاء معينه مسكوت عنها. ضيف العزيز الدكتور عبد المعطي السمنودي، اهلا بك. ازيك؟ النور ده. الله يخليك يا حبيبي، متشكرين. تكيس المبايض اول ما كان اسمع عنه او قبل ما ادخل على الحوار بتاعه نروح للابيض والاسود والرمادي، عايز اسال حضرتك سؤال كلاسيكي قوي، ليه الموضوع ده اخترته؟ هو انا اخترته عشان سوء الفهم فيه والفلل والاخطاء اللي بتحصل في علاج تكيس المبيض ده. اولا انا بس بتكلم فيه بمنتهى البساطه، هو حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه وحشه. انا بقى شايفه حاجه حلوه. شوف والله حاجات كده. شوف يا دكتور ايمن، اجمل نساء مصر تكيسات مبيضين. يا باشا ستات الجمال دايما في مصر عندهم مشاكل. شوف اجمل نساء مصر ستات عندهم تكيسات مبيضين. بص اي ست مرسومه في ميناين عندها مشاكل. كل ما الست ما انا بقول لحضرتك اكثر انوثه، ايوه اكثر نعومه، كل ما يكون اكثر جمالا، وش نضر، وسط كويس، هانش مظبوط، كل حاجه مظبوطه، دي تكيس. اجمل بنت في الاسره اللي عندها تكيس. واخواتها اللي ما عندهاش تكيس بيخشوا يحملوا من اول شهر. واجمل واحده اللي بيجي لها الخطاب كتير بالعشرة وال15 وبعدين يختاروا اللي عندها تكيس. التكيس مرض جميل جدا جدا جدا، بيدي المراه جمال رائع، بيدي المراه صحه قويه جدا. التكيسات عشان هرمون الاندروجين العالي. الله ينور على سعادتك، هرمون الاندروجين هو اللي بيدي كل حاجه كويسه. هي زوجه رائعه، لانه عندها زوجه رائعه. هي زوجه رائعه كزوجه، كزوجه كامراه، كامراه رائعة مع زوجها. زوجه رائعه. الاخت اللي ما عندهاش تكيس مش 100 100. لا نقول كلام علمي واضح جدا، الست اللي عندها تكيس عندها هرمون الاندروجين عالي. تقوم تقول لي الست عندها هرمون الذكوره عالي، ده كويس. حاجه حلوه، لانه هرمون الذكوره يديها قوه وصلابه ويديها رغبه جنسيه دائما موجوده. الله ينور على سعادتك. يبقى ما عندهاش ابدا برود جنسي، كزوجه مرضيه جدا جدا، ساتيسفايد، هايلي ساتيسفايد لجوزها. يبقى احنا ما نزعلش من التكيس. كل ملكات جمال العالم بياخدوا هرمونات اندروجينز قبل ما يخش المسابقه.
عشان يظبط كل حاجه. اه عشان تديهم متصلبه جسميه وكل الاعضاء تبقى مظبوطه، كل الفيجرمنت بتاع الجسم تبقى مظبوط. يبقى احنا نكره ان بنتنا من ضمن الناس اللي بياخدوا الادويه بتاعه ملكات الجمال علشان خاطر عندها تكيس. هي اساسا حاجه جميله كده بتبقى عندها حاجه. هو يعيبها حاجه واحده بس، عيبها تاخر الانجاب. ونفهم ليه تاخر انجاب عند الست دي وليه جالها تكيس. هو التكيس ده بيجي لاي حد؟ لا، ده سببه دي حاجه خلقيه مولوده من امها كده. لو لاحظت البنت دي طول عمرها بتبقى كده. مش عايز اقطع لكم في سؤال تاني. لا انا هروح بقى، انت كالعاده يعني من الاول كده الحوار هيكون تفصيلي مختلف. صادم في اجزاء منه، تعالوا نشوفه اكيد في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ تكيس المبايض اصبح اكثر الامراض شيوعا، او انه كان اكثر الاميات شيوعا ولكننا لم نكن نشخصه بالشكل الجيد. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض، هو اكثر الامراض التي تؤخر الانجاب شيوعا. بما يساوي ايه؟ 99% من الستات اللي عندهم مشاكل في التبويض سببها تكيس مبيض. 99%. بقيه الاسباب حاجات خاصه بالمبيضين، حاجات خاصه بالانابيب، حاجات خاصه بالرحم، دي بسيطه. يعني المراه اذا قسمناهم، المراه اللي ما بتنجبش اذا قسمناها الى جزئين، جزء بيبوض يعني اوفوليتنج، وجزء النون اوفوليتنج. الاوفوليتنج دي حاجات تانية خالص غير التبويض. النون اوفوليتنج كلهم 99% منهم عندهم مشاكل فين؟ في البي سي او. عندهم بي سي او. يبقى اذا بيمثل 99% من 50% اللي ما بيخلفوش. يعني بيمثل على الاقل 50% من الناس اللي ما بتنجبش عندهم تكيس مبيضين. 99%. 99% من اللي ما بيبيضوش عندهم مشاكل في البي سي او. الأسباب المؤدية لتكيسات المبيض تكون متنوعة، مرتبطة أساساً بهرمونات المكونة لفسيولوجية المرأة. السؤال ده أبيض طبعاً. ده كلام مهم، ده كلام سليم، بس هو ده السؤال ده هيوصلنا إزاي بيحصل التكيس. التكيس ده سببه هرمون واحد اسمه الـ LH هرمون. هذا الهرمون بيخرج من الغدة النخامية بتاع المخ. ايه اللي بيعلي ال اتش ده؟ ليوتينايزنج هرمون. اسمه كده، اسمه ليوتينايزنج هرمون. هو ملوش تفسير عربي. ايه اللي بيعلي؟ ايه اللي بيعلي؟ لقيته مره مترجم باسم الهرمون المحرر. المحرر، ممكن. لكن هو ليوتينايزنج ال اتش، يعني ال اتش، وكل الناس عارفه عنه ال اتش. ايه اللي بيعلي ال اتش ده؟ حاجتين، يا زياده هرمونات الذكوره، يا زياده هرمونات الانوثه. يعني لو نوت الناس عالي، والست اللي عندها تكيس عندها الاثنين، عندها زياده في نوت الانوثه وزياده في نوت الذكور، مش الذكوره بس. اوكي، ده يطلع ال ال اتش. الطبيعه بتاع المراه يا دكتور ايمن ان الاف اس اتش ضعف ال ال اتش. فاذا وصل الاف اس اتش بقى قد ال اتش، بقى دي درجه من درجات التكيس. بس درجه بسيطه. اذا وصل ال اتش بقى ضعف الاف اس اتش، اتعكست الايه، بقى ضعفه بقت درجة تانية من درجات البي سي او. إذا وصلت بقى ثلاث أضعافه، بقى درجة ثالثة من درجات البي سي او، أربع أضعاف بقى درجة رابعة. يبقى إحنا هنا وصلنا لنقطة إن في تقسيمة بسيطة للتكيس. هل هو درجة أولى ولا تانية ولا ثالثة ولا رابعة؟ لأن ده هيوصلنا في الآخر طريقة العلاج. درجة أولى ولا تانية ولا ثالثة؟ درجة أولى يعني واحد لواحد، درجة اثنين يعني اثنين واحد إلى اثنين، درجة ثلاثة واحد إلى أربعة كده يعني، واخد بالك، واحد الى ثلاثة، درجة أربعة واحد الى أربعة. كلما حدث خلل من النسبة ما بين ال LH وال FSH لصالح ال LH، ال LH يبقى ده معناها زيادة الحالة، درجة التكيس. وده معناها ان في زيادة عالية جدا في الاندروجينز، وزيادة عالية جدا في الاستروجين، وزيادة في ال LH، ومصاحبة ليها زيادة في البرولاكتين، ومصاحبة ليها زيادة في ال TSH. تعرف احنا ال LH ده موجود في الغدة النخامية، وجنبه ال تي اس اتش، والخلايا جنب بعضها. عامل زي الفلاح لما يسقي ارض، الارض ما تسقى وجنبها مش شارب، هتنشع ميه جنبها، هتنشع ميه، فلازم تنشي، لازم تاثر على الخلايا الثانيه. فغالبا ان الدكتور ما يغفلش ان في
البرولاكتين بيبقى عالي حتى لو مش عالي. اشبه لهم الحكايه بحاجه. الغده النخاميه دي عارف حضرتك عامله زي ايه؟ زي مجموعه من الناس وبتهتف او بتتخانق. أيوة. زعق. لو اتنين تلاتة بدأوا يزعقوا ويكسروا في حاجة، تبص تلاقي زي ما بيحصل كده، تلاقي القهوة كلها قامت كمان كسرت. الله ينور، هو ده. وهم ما لهمش في الدور ولا في الطحين، هو هرمونين بدأوا يعني. بص تلاقي الهرمونات التانية كلها بدأت ايه تروح كله، هرمون غدة درقية وهرمون البرولاكتين كله عالي يعني. وتلاقي تلاقي البرولاكتين عالي. هو احنا زي الفرع، هو الغدة النخامية زي قهوة في مصر. واحد عمل خناقة وصوته عالي، تلاقي القهوة كلها قامت بدأت تضرب في بعضها. ده ما يدخلناش في حتة مهمة جدا، ان معظم زملاتنا الصغارين بيغلطوا فيها، حاجه اسمها المالتي سيستيك اوفري والبولي سيستيك اوفري. والبولي سيستيك اوفري سندروم ده حتات عندنا افرع. المالتي سيستيك اوفري ده شكله بي سي او، شكله تكيس، لكن لا في زياده في الهرمونات ولا خلل ولا اي حاجه خالص. يعني تعمل اف اس اتش ال اتش تلاقيه سليم، تعمل برولاكتين تلاقيه سليم، اندروجينز تلاقيها سليمه، التستوستيرون كل حاجه سليم. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مالتي سيستيك، ما يتسماش بوليسيستيك. مالتي سيستيك يعني ما بيض مليان بيض. لكن البوليسيستيك ده سندروم، يعني متلازمة. الأخطر هي البي سي او اس، اللي هي السندروم نفسها. يعني البي سي او العادي اللي هو جريد 1، الدرجة الأولى من التكيس، اللي هو واحد إلى واحد تكيس ما بايض. لكن الثانية والثالثة والرابعة بي سي او اس. ليه اس؟ لأن الست دي معرضه انها تخش في زياده تنشيط رهيبه جدا عند التنشيط، ودخلها في مشاكل زياده التنشيط، الهايبر ستيموليشن سندروم. ومعاها كمان شعر زايد في جسمها. ويبدا بقى يحصل لها فرصه ان كمان يجي لها سكر، لان الانسولين هيتاثر. دي ايوه الله ينور حضرتك. دي بقى مشكله بقى، حكايه ان الشعر الزايد. الشعر الزايد دي مش شرط يكون موجود في البي سي او خالص. وممكن يكون موجود بكثره رهيبه جدا. بيعتمد اعتماد كلي على دي، عشان نفرق بين الاثنين. يعتمد اعتماد كلي على السنسيتيفيتي اوف ذا تارجت اورجان، يعني الخلايا الشعريه نفسها هي اللي حساسه اكتر من اللازم. الدليل، انت ممكن اقيس هرمون الاندروجين عندك وعندي وتلاقي انت مشعر عني جدا. هو في فرق عندي في الهرمونات؟ لا، هو الحساسيه اللي مختلفه. واحده بي سي او وبلاطه نظيفه جدا، ايه الفرق؟ ليه كلهم عندهم اندروجين عالي ومع ذلك مستقبلات، المستقبلات بتاعها مش حساسه قوي؟ برضه ده موجود فين؟ في الانسولين. يعني نفس فكره الانسولين، الانسولين عالي جدا وما بتستجيبش بيه الانسولين، لان المستقبلات لا تستجيب. ايوه، هي زياده الحساسيه، قله حساسيه المستقبلات او زياده حساسيه المستقبلات لايه؟ للانسولين. للانسولين. اذا من الواضح انه تكيس المبايض منطقه التعامل معها بأساليب أجريسيف أو فيها تجاوزات، منطقة إجرامية هيبقى فيها إجرام. منطقة إجرامية فيها إجرام، يبقى فيها كتير من المتهمين والجناة والبراء، صح كده؟ عندي ناس نساء، يعني أقسم بالله 26 سنة، 25 سنة، 30 سنة، 28 سنة، أوفاريان فيلير، فشل مبيضي، اللي هي تعتبر. وطبعا لو هو حصل بسبب هذه البروسيدرز، بسبب هذه الحركة، يبقى اللي عملها بيهرج. هو من فضل ربنا ان الناس اللي عندها تكيس مهما تكوي بيتبقى بيض، لكن الناس اللي ما عندهاش تكيس هي الطمه الكبرى. الطمه الكبرى فين؟ ان الست اساسا ما عندهاش تكيس، وانا دخلت بالمنظار ومش لاقي حاجه اعملها، قمت ماسك المبيض وكويه. هي دي القضيه. ممكن يعمل كده؟ طبعا، ده 99 من اللي بيعملوا مناظير بيعملوا كده، من اللي بيعملوا تكيسات بيعملوا كده. بيشتغلوا على التكيسات، بيشتغل على التكيس. هو بيعتمد على ايه؟ الناس بتعمل تكيس وتحمل، 40% منهم بيحمل و80% بيحملوا بالعلاج. طب ما خليك في العلاج، ملاش لازم التكيس، المنظار بقى. بس بيخش يكوي المبيض. في ناس فكره عندهم خاطئه ان هو الخرم ده، الكي ده، بيزود فرصه الحمل. هو عشان بيزود جروس فاكتورز وبتاع، اي اريتيشن في اي حته بيزود جروس فاكتور وسيتوكاينز والكلام ده، وبيطلع بيض بسرعه. الست بتبيض بسرعه. بس اذا كنت حرقت كله ما خليتش فيه حاجه. قاعده يا دكتور ايمن، ممنوع كي مبيض حجمه يقل عن 15 سنتيمتر مكعب. لأن أقل من 15 ما عندهاش تكيسات. هذه قواعد مهمة جدا. الحوار مهم جدا، ومفيش حاجة اسمها إن أنت تلعب على المرض بأسلوب الاستثارة المبالغ فيها، أملا في إن هو يديك إفادته قبل أن يلحق بك ضرره. مش في الطب الحكاية دي، مش في الطب فكرة إن أنت تلعب على المبيض لعبة أخوفك قوي وأرعبك وأكويك، فأنت
هتبدا تفرز بويضات كتيره فنحصل على بويضات فنحصل على الحمل قبل ما البويضات تتدمر. لا يا باشا، قد يخونك الامر وتخسر المبيض وتخسر التبويض، والمبيض عندما يخسر لن يعود مره اخرى ولن يعطيك ثمره قبل ان يعطيك جرمه او قبل ان يعطيك ظلمه. ظلمه ظلم عليك يا معلم، خلاص مفيش تبويض. واضح ان الحوار هيكون اكثر اثاره في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ السؤال ده مهم قوي. من يكتفي بالكشف السريري والاشعه دون اللجوء الى تحليل هرمونات، ده متهم ام جاني ام جاني ام جاني؟ هو ايهما اخطر، الجاني ولا المتهم؟ الجاني اخطر حاجه. لا يبقى هو متهم والله. بلاش جاني. بلاش ليه جاني. بقى لانه هو في بعض الاحيان ما بلجاش للتحليلات الهرمونيه وما باخد الهيستوري من العيان. يعني انا ما اخد هيستوري من العيان والاقي عندها الدوره منتظمه 100% من ساعه ما جت لها الدوره لغايه النهارده منتظمه 100%. فاحيانا ما الجاش اما اتابع العيانه في اول شهر والاقي طبوتها طالع طبوتها كويس، ممكن ما الجاش اطلاقا للهرمونات. اما اخش افحص واحده والاقي زوجها عنده مشكله، يبقى المشكله هنا واضحه خالص انها في الزوج. واحده دورتها منتظمه، تابعت التبويض لقيته بيخرج التبويض منها كويس، يبقى الهرمونات عشان ايه؟ الهرمونات عشان حاجه واحده بس، انه ما فيش تبويض عند الست. هو هنا متهم بس مش جاني. لان كتير جدا ما بنلجاش لتحليل الهرمونات في واحده منتظمه الدوره وتابع. اصل احنا بنعمل ايه في اول شهر؟ في اول شهر الزوجين جايين لك، انت اول شهر بتتابعها تبويض بس، ما بتديش حبايه ولا حوار. تبويض البويضه ظهرت في اليوم الثالث والرابع، نشوفها في اليوم التاسع، في اليوم ال 11، يوم ال 14، يوم 15 خرجت البويضه. الست دي منتظمه تبويضيه، مش محتاجه عليك، مش محتاجه حتى اديها منشطات. اعمل لها هرمونات ليه؟ هرموناتها بالتاكيد عشان يحصل تبويض، يبقى هرموناتها ايه؟ سليم. هل ممكن يحصل لواحده تبويض عندها زياده في هرمون البرولاكتين جامد؟ لا مش هيحصل. هل ممكن يحصل لست عندها اي بي سي او اللي اتش بتاعها عالي؟ مش هيحصل. هل انا ما شفتش بالسونار البي سي او موجود ولا لا؟ يبقى انا عندي دلائل اخرى تغنيني عن عمل الهرمونات. لكن ما فيش بي سي او يتعالج بدون هرمونات. ما فيش حاجه اسمها افحص واحده والاقي عندها تكيس مبيضي شكل الصوره بتاعنا واضحه وما عملهاش تحليل هرمونات، يبقى انا بهرج. كده انا بهرج وماشي غلط. ما انا مش عارف الاتش نسبته قد ايه بالنسبه للفاسيتش، ما اعرفش البرولاكتين عامل ايه، ما اعرفش تي اس اتش عامل ايه، تسترون عامل ايه، ده اللي هيحدد وسيله العلاج عندها. مفهوم. اشكرك على تلبيتك الدعوه وعلى زيارتك لينا. خيمه علميه كبيره اضافت لنا الكثير، ووجودك معنا اثرانا بشكل كبير، وكالعاده اصبحت للناس الحلوه كما يقولون، يعني اطلالات رائعه وتواجد علمي عالي. وجودك يا باشا، وجودك ضيف العزيز الدكتور عبد المعطي السمنودي كان في الناس الحلوه. خليكم معنا. الدكتور نور الدين مصطفى متخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، المدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان جامعة برلين، مؤسس مراكز واي تي للأسنان. اهلا بكم في عالم تجميل الاسنان. في زي موضات كده بتطلع، موضه بس ما اعرفش هل يعني في الكلاسيكيات بتاعه التجميل هل ده علميا او له مقاييس منطقيه ولا لا. اكيد في حاجات، يعني مثلا على سبيل المثال الفلجه. الفلجه دي كانت زمان رمز، زمان قوي كان يقول لك الفلجه دي بمقاييس معينه كده وبدرجه معينه رمز من مقاييس الجمال، يعني شكل الجمال. وتلاقي الستات يعني ايه يقول لك ده شكلها امور. وبعدين طبعا انا في وجهه نظري لا، مش رمز جمالي ولا حاجه. في تجميل السنان هنا في مريض بتطلباته وافكاره، او مريضه بالذات ستات بالذات، ودكتور سنان باقسام
كلها بتخدم في حاجة واحدة في الآخر، التجميل. ضيفي العزيز واحد من المبدعين في عالم طب الأسنان، بيسعدني دايما بوجوده معنا وبيمتعنا بحوار علمي عبر سنوات طويلة، صديق وزميل عشنا مع بعض رحلة كفاح من زمان، مش بس من 2011 على فكرة، دي صداقة ممتدة من قبل كده، وعلى فكرة يعني نفس التوجهات، جزء أكاديمي كتير خد مننا وقت كبير، أكاديمي يعني تعليمي للأجيال، ثم بعد كده جزء كلينيكي، وكمان الإعلام أكيد يعني طور كتير جدا في أفكار الناس عن طب الأسنان. المبدع دائما واحد من ميجا ستار هذا العالم، دكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو كونجرس العالمي لزراعة الأسنان من جامعة نيويورك، والمدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان، والمؤسس لمراكز وايتي للأسنان، الصديق العزيز الغالي. دكتورنا وحشني. وانت وحشني دكتورنا. قبل ما ادخل في أصعب حالات التجميل، ده أول سؤال. تمام. الفلج دي تحديدا انا عايز اعرف رايك فيها ايه. انا ما شفتش ولا صوره من اللي انت عرضتهم، قلت مثلا ادي لنفسي فرصه واتفاجئ ان انا اشوف حد يكون شكل الفلج عليه حلو. لا مش حلوه طبعا، شكله وحش طبعا، انها مش طبيعيه. ما هي خلينا نتفق ان الشكل الطبيعي للاسنان اللي ربنا خلقه لمعظم الناس عشان يبقى شكلهم طبيعي، ان الاسنان تبقى مزنوقه في بعض مرصوصه، ويبقى لونها يتماشى مع لون بيض عيني وبشرتي، شكل اللثه ليه شكل معين، يعني في كرايتيريا للابتسامه الطبيعيه اللي تخلي العين مرتاحه عليه، فاي ديفيشن عنها هي او بص اي حاجه كده سواء صناعيه حاجه صناعيه او الدكتور عملها في الوش عامه لو تاخد عينك تعرف ان او بتعمل انتربشن في الاي كونتاكت تعرف ان هي مش مظبوطه. تاخد عينك يعني انت طول ما انت باصص ليها باصص للحكايه. انت عايز، انت المفروض وانا بكلمك بنتكلم عينينا في عينين بعض. احنا لو شفنا، انا عايز بس واحنا بنتكلم الحته دي نجيب اسمها جيسيكا هارت. جيسيكا هارت اول ما تبص لها اول انت واحده مش عارف تشيل عينك من، انت مش عارف تشيل عينك من الفلجه من السبيس ده. انت مش شايف غير ده استما يعني الفلجه بس، مش طيب شايف حاجه ثانيه. اتكلم بقى معاها ازاي يعني؟ ينفع بقعد بكلم معاك وباصص في سنانك؟ هتحس ان في حاجه غلط. يعني مش شايف اي حاجه في في السنان غير الكرايتيريا الطبيعيه للاسنان اللي ربنا خلقها بشكل جمالي. ما يعني شكلها بالامانه وحش قوي. هي رغم ان البنت جميله جدا، ما اعرفش، انا حاسس ان هي يعني السنان شكلها، هي لو اتعملت سنان حلو كانت هتبقى اجمل بكتير. يا ريت. هي يمكن، هل في بنات بتيجي تقول لك انا عايزه الفلجه دي؟ لا استحاله، ما بتجيش. حصلتش. ما حصلتش ابدا الحمد لله. الموضه دي ما سمعناش عنها في مصر ولا في الشرق الاوسط عامه. ايه اصعب حالات تجميل السنان يعني؟ هل في حاجه اسمها اصعب حاله؟ طبعا في حالات صعبه جدا. في حالات بتبقى تحدي للفريق الطبي، وانا بقول لي كلمه الفريق الطبي لان ما فيش، وبقولها تاني، مفيش دكتور واحد بيقوم بعملية تجميل الأسنان. ده فريق كل واحد ليه تخصصه، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، كل واحد بيخش يخلص الجزء بتاعه بمنتهى الكفاءة، يديك 100% منه، علشان هي عملية انتجريتد يعني فيها تكامل. تعمل خطوة اللي وراها، الخطوة اللي وراها تاخد في الآخر عشان تطلع 100%، يبقى كل خطوة تساوي 100%. طيب ليه بنقول الكيس دي من الكيس الصعبة قوي؟ لأنها تحدي صعب قوي. الكيس دي عندها مجموعة من المشاكل، اهمهم ان عنده اوبن بايت. عنده هنا ايه؟ اوبن بايت. طبعا اوبن بايت يعني عضه مفتوحه، عضه مفتوحه شايف المسافه بين السنين وكده، عضه لو ضرسه اللي ورا قافله. تمام. وفي بعض الحالات لما تبدا توجهه انا عايز اعمل تقويم، يقول لك لا انا مش قادر اعمل تقويم، او بتبقى الحاله خلاص لما ترجع دكتور التقويم يقول ما تنفعش تعمل تقويم. طيب الكيس دي ايه عدد المشاكل؟ زي ما قلنا ان في عضه مفتوحه والضروس اللي ورا صغيره. طيب كانت ايه الحل للعضه المفتوحه؟ ان انا ابرد في الاسنان اللي ورا واخلي العضه توطى فاقدر اقرب السنان اللي قدام من بعض. طب انا عندي اصلا السنان اللي ورا صغيره، لو انا فكرت اصغرها عشان اقفل المسافه اللي قدام مش هعرف اصغرها واديها فين. يبقى هنا لازم يحصل كونسلتنج، لازم يحصل استشاره من مجموعه من التشارين مع بعض يقعدوا عشان الكيس دي تتعمل. طيب انا النهارده عايز برضو محتاج ان انا اخلي الاسنان اللي ورا اوطي العضه شويه، ابدا هنا اعرض على دكتور علاج اللثه ان انا اعمل حاجه اسمها فانكشن كراون لينتنينج، يعني ابدا اشيل من اللثه اللي حوالين الضروس الخلفيه بحيث تديني مساحه اكبر من السنه
اقدر اشيل منها اكتر، فاقدر اظبط العضه من ورا انها تسمح لي ان الاسنان اللي قدام تقفل من غير ما اخليها طويله. ما خد بالك انا ممكن اعمل ايه، اقوم اركب سنان طويله جدا. يبقى انا نقلت من المشكله انه عنده اوبن بايت لانه عنده سنه قد السنه الطبيعيه 3 مرات، لكن هنا الاحظ طول الاسنان طبيعي مناسب لوشه، فاهم؟ انا ما طولتش الاسنان واشتغلت على الدروس اللي ورا، عملنا لها فانكشن كراون لينتنج مع دكتور علاج اللثه ومع استشاري تركيبات عشان اظبط العضه. ما انت هنا زي ما قلت لك انت محتاج تظبط العضه من ورا، كل ما بتشيل جزء من ورا بتقلل من العضه من الدروس الخلفيه بيديك لقدام قفل اكتر، تشيل من ورا شويه كمان تقفل اكتر. فليها حسابات كتير قوي عشان توصل زي ما قلت لك ان انت اول ما تبص للكيس هعمل ايه، طب هو اصلا دروسه اللي ورا صغيره هصغر منها ازاي، طب سنانه اللي قدام المسافه بينها كبيره جدا هقربهم زي لبعض. فدي زي ما قلت لك بص الفرق بين الاثنين. لا لا هو انتقل نقله ثانيه صعبه جدا، كيس صعبه جدا. طيب يعني انا لو حطيت لك الكيس دي وقلت لك حطها كده لوحدها واعمل عليها مسابقه احنا عايزين نحل المشكله شوف الحلول بقى اللي هتطلع لك. فانت لو ما عندكش دي حاله عشان تشتغلها لازم يكون عندك خبره. هنا بنتكلم على التخصص، التخصص خبره من الحالات اللي بتخليك خلاص تشوف الكيس مش مخضوض، اه الكيس دي احنا عارفين هنعمل فيها ايه كويس، احنا درسناها كويس وهنشتغل عليها وهنطلع منها نتيجه صح. عشان كده الناس بقت الحمد لله، هو النهارده ليه السياحه العلاجيه الحمد لله عندنا في مصر وفي المركز عندنا بقت قويه جدا، لان الناس شافت نتائج من سنه 2004 للنهارده، بنتكلم في اكتر من 20 سنه شايفين نتائج. الناس بتيجي على نتائج، الناس بتيجي على شاف قرايبه جايين عاملين ازاي وبقالهم سنين. انا بتجيلي حالات تقول لي انا قريبتي اللي كانت من 15 سنه عندكم واسنانها الحمد لله كويسه لغايه دلوقتي. دي اول حاجه، اول كريدت ليك ان انت حليت مشكله وفيها ديريابيليتي، فيها استدامه، فيها سنين من القوه ومن الصلابه ومن الاستخدام. فده بيدي سبورت او بيخلي الحاله خلاص عندها ثقه ان المركز ده هيعرف. الحاله دي كان ممكن تفكر مليون مره انا ايه اللي يسفرني واجي مصر عشان احلها، ما انا ممكن اسافر وماليش حل. لا هو عارف ان هو جاي وعارف ان احنا عندنا الحلول. في كتير من الناس عندها عامل الوقت بيقلقها، خصوصا برضو طالما احنا فتحنا ملف السياحه العلاجيه الناس الوقت، حاله سنان بتبقى مترديه وهملت لفترات سنوات طويله، عنده تخوف من انه هيقعد وقت طويل في اصلاح عيوب هذه الاسنان. تمام. في حاله التجميل مهما كانت عيوب الاسنان وهتحتاج علاجات عصب وترميم ودعامات وتركيبات من اي نوع لن تتعدى الاسبوع. في حاله ايه؟ التعامل مع الاسنان. طيب في حالات تانية بتحتاج تحضير وتاهيل، فالحالات دي بنقسم ساعتها عشان ما هو السياحه العلاجيه ليها مقومات. ايه هي اهمهم؟ انك ما ينفعش تخلي الحاله تسيب بلدها تقعد عندك تبات تعيش عندك. هي في الاخر تقدر تاخد اسبوع تاخد 10 ايام، فانت لازم تنجز الخطه العلاجيه بتاعتك خلال الوقت ده. طيب بس في بعض الحالات اللي بتحتاج تاهيل زي الحالات اللي محتاجه جمر كونتور مش ليزر، الليزر تقدر تعمله خلال الاسبوع اللي فيها جراحه. الحاله دي ودي الشغل على اللثه بجراحه، وده انا هوريك كيس لما نيجي نتكلم في الاخطاء، خطا شنيع لان الدكتور مش دارس هو بيعمل ايه، عمل نحت تجميلي للثه ويخلص الحاله في اقل من اسبوع. هتشوف النتيجه عامله ازاي. لا اللثه لما بيشتغلها استشاري علاج لثه سيرجيكال لازم تاخد وقت للتام. ادي حاله اهي، دي حاله بنتكلم فيها على ايه هنا الحاله. بص فوق شايف الكيس، لا اللثه ملتهبه جدا، ملتهبه. ايه اللثه حصل لها نيكروزز اللثه، ما هي من كتر الالتهاب تاكلت يعني حصل لها ضمور وانحصار والتركيبات وبعدت عن التركيبات. انت متخيل احنا مستلمين الكيس كده عشان اوصل متورمه ازاي كده عشان اوصل الكيس دي ولونها الاحمر الفيري ريد اللي بيعبر عن الالتهاب. بص لما اشتغلنا عليها وعالجناها بقى شكلها عامل ازاي. هنا لازم الاول اللثه دي تتعالج صح وتسيبها تاخد هيلينج تايم. هيلينج تايم بقى استشاري اللثه يقول لك 2-3 اسابيع. فانت بتقول الكيس لو هي مسافره حاجه هتجيلي هنقعد نظبط اللثه يعني نملك المرحله التاهيليه وهتسافري وتسافري ترجعي تقعدي الوقت اللي محتاجين ننتظره 2-3 اسابيع وترجعي
نقعد 4-5 أيام نعمل التركيبات التجميلية. يبقى هنا لازم برضو تبقى مفهم الحالة، سواء الحالة دي هتعمل تجميل مباشر اللي هو علاجات، علاج عصب، دعامات، تركيبات للأسنان، ده لن بأي شكل من الأشكال ما بياخدش أكتر من أسبوع. لكن يبقى عندي حالات تحضيرية زي دي محتاجة إن نعالج اللسة ونعمل لها جراحات، لا لازم هنا أقسم الشغل على مرحلتين، والكيس تبقى عارفة إن المرحلة الأولى هنعمل العلاج والتأهيل، والمرحلة الثانية هي مرحلة التركيبات، وإن أنا أحصل على الابتسامة المثالية بتاعتي. بعبع برضو كتير من الناس اللي رايحة تعمل تجميل إنها خايفة من الارتفيشال سمايل، الابتسامة الصناعية، يقول لك أنا مش عايز أعمل ابتسامة تبان، أنا عايز ابتسامة طبيعية، خصوصا الرجالة. هي الابتسامة الطبيعية المفروض للرجالة والستات، بس بندي اكسبشن بسيط للستات في اللون، لأن الست من طبيعتها التزين. انت عارف ان الست حاطة ميك اب، وهي عارفة ان احنا عارفين انها حاطة ميك اب، فهي من جزء من حياتها التزين والتجميل. فاحنا لما بنعمل لها التجميل ممكن اديها درجة فرق، بس لازم ابقى شغال على الشكل الطبيعي. ده انا لما ببص على الاسنان دي بص تفاصيلها عاملة ازاي، شايف الشفافية اللي مش باينة هي جاية منين، لان في انا اسف بقى في دكاترة احنا بقالنا 20 سنة بتكلم انا وانت في قصة التجميل وازاي اطلعها طبيعية وجزء الشفاف يبقى شكله طبيعي، لان بنعمل السنان هاند ميد طبقات. يقوم واحد يقوم جايب زي قلم وقوم رسم لك الجزء الرصاصي رسمه على السنة، يا خرب اسود. طب ما هو هيطلع شكله مش طبيعي، هتبقى الكيس واقفة في النور في باين ان في رسمة، لكن دي ده اللون ده باين شفاف. طبيعي الشفافيه باينه طبيعيه جوه السنه، هي مش لون رصاصي، ده لون شفاف، ده جوه السنه الطبيعيه في بناها. عشان كده دي حالات بتتعمل من الايماكس السويسري الهاند ميد، دي بتتعمل طبقه وتتعمل طبقه فوق طبقه فوق طبقه بترتيب معين من الطبقات، محاكاه للطبقات الطبيعيه بتاعه الاسنان اللي ربنا خلقها، عشان تعمل اقرب حاجه للشكل الطبيعي والتشريح الطبيعي. هو ربنا مش عامل الاسنان دي تشريح، واحنا كاسنان طلبه اسنان لما بتيجي تدرس مش بتدرس تشريح الاسنان، انت بتدرس التشريح ده ليه؟ ما حضرتك التشريح ده زي التشريح بتاع البني ادم، علشان خاطر النحاتين لما يجي يعمل تمثال هو لو مش دارس تفاصيل مش عارف يطلع التمثال. احنا بنعمل التمثال اللي هينطق. يعني ايه تمثال هينطق؟ يعني من كتر ما هو طبيعي يقول لك ده هيتكلم. هنا انت السنه اعتبرها بني ادم ليها تفاصيل، اقعد اشتغل على تفاصيلها. هنا انا عايزك تبص على السنان دي، السنان دي ايه يعني لما تشوفها كده لوحدها دي متصنعه، يعني دي اسنان تحس انها متصنعه فيها كل التفاصيل من اللون، من تدريجه اللون من فوق لتحت، الشفافيه، انعكاس النور ده مهم قوي. الإلهام ما هو برضو ما فيهاش حط لي سيراميك، سيراميك اللي هو النور يخش جواه يرد لك. لا خد بالك من حاجه، علم تجميل الاسنان في علم مهم جدا هو علم الاضاءه. الاسنان الطبيعيه ربنا خالقها ليها تفاعل مع الضوء. السنه الطبيعيه بتعمل ايه مع الضوء؟ بتعمل ثلاث حاجات بنسب، تمام؟ تمتص جزء، تعكس جزء وتعدي جزء. بس بنسب، لان الازاز بيعمل كده بس بيعدي جزء كبير قوي فيبقى شفاف، يعني يعدي معظم الضوء ويعكس جزء بسيط ويمتص جزء بسيط فيبقى شفاف قوي. لا هنا دي ليها نسبه، يعني بص السنان اللي فوق هي دي بتعكس، دي بتعدي جزء، يعني بتعدي حاجه خالص. ده الاشاني، دي اشاني، ده الاشاني بتاع زمان، ده تركيبات من البلاستيك. اعمل لك التهابات في اللثه. التجميل انا برضو خلي الصوره دي كده شويه، وانا رايح اعمل تجميل مش تجميل ده اوبشن، انا رايح اعمل تجميل عشان ابوظ سناني وخلي شكلي مش حلو، يعني ده الهدف من التجميل، ولا رايح اعمل تجميل عشان اخلي شكل اسناني حلو وفي نفس الوقت تبقى حمايه ومقاومه للتسوس والتلون؟ اروح ادفع فلوس، هل منطقي ان انا اروح ادفع فلوس عشان اخلي اسناني شكلها اوحش؟ يعني ينفع اروح ادفع فلوس عشان يبقى شكل اسناني اللي فوق ده؟ لا طبعا. ازاي اعمل كده؟ فتيجي الحلقه تقول ايه، اصل التجميل الكويس غالي شويه. غالي شويه، ما هو انت اللي انت عملته ده رميته، انت خدت الفلوس دي حرقتها وحرقت اسنانك ورجعت تاني للدكتور المتخصص اللي هيشيل لك ده بفلوس، وانت رميت القديم خلاص وهيصلح لك سنانك بفلوس وكلفت نفسك مرتين. فهنا اختيارك التجميل اوبشن، و يعني حاجه انت مش مجبور عليها، فانت ليه تروح تعمله ورخيص؟ لا اعمله صح لما ما عملوش. بص الاسنان اللي تحت،
بص بقى انا بقولها بقى صنعه بقى وحرفنه. اصعب حاجه في طب الاسنان انك تعمل فينيرز للاسنان السفليه. ليه؟ السنه صغيره قوي، فمعظم الناس تجيبهم منين بقى ان هم عاملين تركيبات، تلاقي السنان اللي تحت عامله كوره من فوق، الحرف بتاعها من فوق مكور كده، مش عامله شايف هنا سنه رفيعه ازاي زي السنه الطبيعيه. دي صعبه، دي صعبه لانها محتاجه استشاري يحضر الاسنان صح عشان يحضر التحضير السليم الكافي، ومحتاجه تصنيع مظبوط 100% وتركيب 100%. انا يعني انا بذمتك دي اسنان معموله؟ لا جميله. لا وبعدين اللي عاجبني قوي حتى الشفافيه، بص خط الشفافيه. لا لا انا عاجبني بقى ايه، بص في حاجه معموله هنا انا يعني عشان اعرفك ان بقيت دكتور سنان منتسب. لا انا معترف. انا معترف ان في ديفوهات بسيطه مقصوده في السنان. هقول لك على حاجه. التجميل، ودي معلومه الناس ما تعرفهاش، التجميل مش سيمتريكال. التجميل هارموني. هارموني يعني ايه بقى؟ يعني تناغم. يعني ازاي؟ حضرتك وشك، مش انت يعني شخصيه، وش البني ادمين اي حد سيمتريكال؟ لا. طيب فانا لما باجي اعمل التجميل سيمتريكال يعني النص اليمين زي النص الشمال، مش زي النص الشمال. عندي سترونج ويك، يعني عندي سترونج سايد ويك سايد. طيب انا لما باجي اعمل تجميل انا بمشي النص في الاسنان السترونج رادد على النص السترونج، والنص الويك رادد على النص الويك، بحيث لما ابص عليك شكلك طبيعي. لما اجي افصصها الاقي فروق، الفروق دي هي الفروق اللي بترد على كل نص علشان يطلع في الاخر شكلك ما احسش. اصل لو انا عملتهم سيمتريكال، طب انا وشي نفسه مش سيمتريكال، يعني انا وشي نصين ومش سيمتريكال، فانا فجاه هلاقي حاجه مش مظبوط. انت عارف على فكره النص اللي مش سيمتريكال ده هتلاقي عندك عين فاتحه عن عين، وجزء في الانف فين حرف سن عن جزء، وجزء في الشفايف بيرفع جزء عن جزء، حاجات كلها رده عشان يطلع النص ده مش شبه ده، بس شكلك على بعضك متناغم في هارموني. هنا انا بعمل كده في التجميل علشان كده ما فيش حاجه اسمها سيمتريكال. هنا 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 بقى دي يعني دي حرفنه مبالغ فيها. ده عشان برضو اقول لك ان التجميل دايما بقول ايه، ان التجميل مش ان انا اخد لك اعمل لك تجميل لكل اسنانك. طب الراجل ده عنده مشكله ان السنتين اللي في النص عاملهم وحش وما كانوش عاجبينه، ما جيتش قلت له يلا اعمل لك كل الفك اللي فوق والفك اللي تحت، هما سنتين يتعملوا. لو انت شفت الكيس اللي تحت دي، هي دي تحس انها اسنان اصلا معموله؟ انت لو لا. شفتها لوحدها خلاص دي اسنانه وما كلفتوش، وهو ممكن ما يقدرش يستكلفها. وفي نفس الوقت ما هنا ما انا برضو ما لا يترك كله لا يترك كله. انت جاي، هو ايه اللي مضايقك؟ خد بالك ان انت جزء مهم قوي. اول سؤال بساله للحالات اللي بتجي لي في التجميل هو حاجة ايه اللي مضايقك في شكل اسنانك؟ لازم اعرف هو ايه اللي مضايقه. قد يكون اللي مضايقه اصلا مش اللي انا عايز اعمله له، اللي مضايقه حاجه ثانيه وحلها سهل وحلها بسيط. خد بالك لو انت اشتغلت على حاجه هي مش مضايقاه وعملت له حاجه بيرفكت 100% بس ما اشتغلتش على اللي مضايقه، هيطلع مش مبسوط. ودي مهمه جدا، لازم تتناقش مع الحاله. هنا بقى كتير دي اشكال بقى كتير بنقول لك احنا مفيش كيس. احنا عندنا اللي دخل مثلا على انستغرام عندنا هيلاقي اكتر من 5000 كيس، مفيش كيس لا نفس الشكل ولا نفس اللون ولا نفس الحجم ولا نفس الرسمه. بص انا بعتبر التجميل هي لوحه بتترسم لمره واحده لشخص واحد. يعني انا رسمت لك اللوحه دي، انت تاخدها دي بتاعتك، دي ايدنتيتي ليك انت، ما ينفعش تتعمل لغيرك. مفيش اي يعني حاجه تيبيكال ليها لاي بني ادم تاني. اللسع بيلفت نظري دايما، عارف اللي هو في كان نكته زمان معرفش نسي يظبط يعني زي بالظبط واحد لابس طقم حلو قوي وتلاقيه لابس حته شراب وجزمه عليه واخدين العين برضه مالهمش علاقه انا في موضه مش مقتنع بيها، ما اعرفش انت ممكن تلبسها في يوم من الايام ولا لا، اللي هو واحد يلبس بدله ويلبس عليها كوتشي. انا ما اعرفش الموضه دي بدله، لا ما مش بتاعتنا. ما بحبش الشكل ده. يعني ايه البدله يتلبس عليها كوتشي؟ انا بحب الشكل الكلاسيك. انا هل الكوتشي له وليه رسمه كده وله رسمه، انما انت لابس بدله عليه كوتشي تلاقي دايما مش باصص على البدله، انا ببص على الشكل مش قادر ابص على شكل البدله. انت عارف دايما اللي بيلبسوا بالطريقه دي لعيبه الكوره او الناس بتوع الكوره عشان يريح رجله اللي عندها مشاكل، فوارد يسامحه. ممكن يسامحه بس لو هو لابسها لان هي دي مضره طبي. لا اللثه ما هي نفس الكلام، تحس ان هي الكوتش اللي بوظ الشكل. انا هقول لك على حاجه، تعالى كده نتفق ان زي ما قلت لك دكتور تجميل الاسنان معني بجزئين في الابتسام. ايه هي؟ زي ما قلنا حاجه اسمها بينك ووايت. بينك يعني اللثه، وايت يعني الاسنان.
البينك اللسه دي بالعربي كده دي برواز الابتسام. تمام، هات الموناليزا وحطها في برواز بايظ ومعوج مش عارف تبص لها، لكن لازم البرواز يبقى معمول على الشعر. علشان كده 99% من حالات تجميل الاسنان لازم تعدي على دكتور علاج اللسه. يعني تعالى ادي كيس اهي، دي تركيبات قديمه على فكره. هات هاتها من الاول. بص بص هات، انا عايز بس اوقف الفيديو في اوله. بص وقف، دي تركيبات. ده تصوير بايه يعني؟ ده تصوير كمبيوترايز فيديو مصورين فيديو الكيس قبل ما نعمل لها حاجه خالص. شايف شكل اللسه عامل ازاي؟ طيب يعني مش دي كيس اتخرجت واتعملت في مكان؟ هي دي اساسا معموله؟ هي معموله اللسه اهي، دي تركيبات معموله. فاكر لما كنت بقول لك البينك بورسلين اللي بنعمله في الزراعه وبيطلع ازاي تيبيكال؟ بص هنا شكلها عامل ازاي. هنا هو لاجئ بدل ما يحل مشكله اللسه قام عامل لسه صناعيه بايظه وبقى بعد مش مظبوط. كمل بقى الفيديو، شوف بقى السنان بعد ما عملنا الجم ظبطنا مستوى اللسه. بص بقى الضحكه عامله ازاي. موديل سنان. شوف هنا تفاصيلها كتيره قوي. اللي عجبني كمان طريقه التصوير، انتوا مصورينها بطريقه في سيستم معرفش ولا ايه، بس حاجه جميله جدا بتوريك تفاصيل يعني. وظبطنا اللي زي ما قلت لك هنا، اهتمينا بان احنا مش نظبط السنان بس، انت زي ما قلت لك انت بتاخد الابتسامه كدكتور تجميل اسنان لسه واسنان، يعني بينك ووايت، نحفظ كده بينك ووايت. زمان كنت بتقولي دايما انا يجي لي حاله من الاول بس ان انا بايظه نجملها من الاول فروم ستارت، دي اسهل كتير جدا من اصلاح. طبعا هي يعني احنا بناخد الحالات الاصلاح دي تحدي، لان بن بن بنوري فيها الناس كميه الاخطاء اللي حصلت في الحاله وان احنا قادرين ان احنا نصلحها. يعني هو هنا ده التحدي. لكن طبعا لما بتيجي كيس من الاول وتمشي بالبروتوكول تعمل لها اللسه صح وتاخد الوقت الكافي من الراحه، وبعد كده تيجي تعمل التركيبات التجميليه بالديزاين والتصميم والابعاد السليمه، الكيس بتبقى مرتاحه وبتخلص مره واحده وبنبقى كمان احنا اللي اشتغلناه بنينه على اسس سليمه، فبالتالي ضامنين ان شاء الله يعيش فترات طويله. عايز اوقف بقى، احنا هنا بنتكلم على اخطاء تجميل الاسنان. هو هنا الاسنان دي شكلها مقبول ولا مش مقبول؟ لا مش مقبول. الاسنان ولا اللسه؟ انا كواحد مش خبير، لا انا شايف ان اللسه هي اللي مش مقبول. يعني كان ممكن الحاله دي كحاله تجميل تعدي لو اللسه تمام. صح كده؟ تعدي. طيب الحاله دي عارف مشكلتها الاساسيه مش في شكل السنان، مشكلتها في تحضير. عشان كده تاني بعيد ان من اهم اخطاء تجميل الاسنان ان اللي يحضر الاسنان دكتور غير متخصص في التحضير. لان الدكتور المتخصص في التحضير مطلوب منه الاتي، ان يعمل حاجه اسمها فينش لاين، الاول يساوي السنه كويس قوي تبقى متساويه ما فيهاش تعريج. تمام، وقف على الشكل ده كده، ما يبقاش في السنه تعريج، وفي نفس الوقت يعمل حاجه اسمها فينش لاين. فينش لاين ده يعني حز في السنه تخش الفينير باك جواه. الكيس دي لما رجعناها لقينا ان كل الفينيرز دي مفتوحه، يعني مش بايته جوه السنه، دي عامله كده. فبالتالي كل بواقي الاكل والبكتيريا بتتراكم وراها، فبالتالي الكيس مهما تكون بتنظف ومهما بتحاول تساعد ان هي تقوم بالحفاظ على الاسنان، كل بواقي الاكل والبكتيريا متراكمه ورا فتعمل لي الالتهاب ده. فكان لازم نشيل كل التركيبات ونعمل علاج للثه من الاول، وبعد ما اللثه تخف نبدا نعمل الفينيز الجديده. فهنا الخطا مش في الشكل خالص، الشكل على فكره بنسبه معقول كسنان. لكن هو نتيجه التحضير الخاطئ والتركيبات الغلط اللي مش مظبوطه، اللي بالعربي مش مقفله، اللي بتعمل تسريب لبواقي الاكل واللعاب ورا التركيبات. تعرف التركيبه السليمه؟ التركيبه السليمه من مهمتها انها تقفل على السنه، فلا يمكن تسوس لانها ما فيهاش مواد عضويه فمش هتسوس ومش ممكن تلون، واقوى من سنانك الطبيعيه، فكانك عملت تجميل بدرع يبقى قوي بس يتعمل صح. ونحط تحت يعني تحت كلمه صح دي خطوط كتير. طب لما يتعمل غلط يبقى العكس، يبقى مصياده لبواقي الاكل واللعاب والبكتيريا ان هم يخشوا ويتراكموا وراها، وفي الاخر نحصل على لسه ملتهبه واعيد التركيبات كلها. هات الفيديو ده كده من الاول، عشان ده برضو ايه، ده مشترك، ده بريدج ما بين هنا زي ما انت شايف تركيبات قديمه معموله برضو من الكومبوزيت. دي حاله على فكره، دي حاله تمام. نشغل بقى الفيديو، شوف اتعمل لها ديزاين
بحيث طول الاسنان الاول اتعملت اللثه اتظبط مستوى اللثه وبعد كده طول الاسنان يبقى مظبوط. شوف بقى شكل السنان بعد بص شكلها مع اللثه مع ده كله ارتفيشال انتليجنت يعني ده كمان انت بتتصور ده قبل ما يتعمل. احنا اتفقنا على حاجه ان دكتور التجميل الاسنان مهمته ايه؟ واحد سمايل اناليسيز يعني تحليل ابتسام تحليل ابتسام سمايل ديزاين ان هو يصمم الابتسام. فانت عندك من التولز ان انت تبدا تشتغل بتحلل الابتسامه وبعد كده تصممها فبالتالي بتنقل للمرحله الثانيه مرحله التنفيذ. لما عملنا السمايل اناليسيز لقينا ان احنا محتاجين نعمل اللثه محتاجين نعمل نظبط الاسنان فبدانا باللثه وبعد كده عملنا التركيبات التجميليه. شايف الكيس دي؟ كيس جميل. شوف الكيس جايه منين رايحه فين؟ انا اللي عاجبني كمان طريقه العرض بتاعتها. انا عاجبني التصوير وازاي اتحط في فريم فيلم لا وبيوريك احنا احنا كل المشاكل. بص هنا ده الاناليسيز اول مرحله. تبتدي المريض بياخد البتاع ده معاه؟ هو احنا بننزله عايز ياخده بقى سواء بياخد يعني يعرف اللي حصل حصل في كل سنه. لا بس انا بوريك ان الفيديو ده مهم ليه؟ لان الفيديو ده بيحصل فيه كل الحاجات. بيحصل فيه السمايل اناليسيز اللي هو تحليل ادي المشاكل 1 2 3 4 5 كل مشكله شغاله بتتكتب. بعد كده هنرجع نحل بقى المشاكل كده ناخد سمايل اتفرج بقى على الشكل. الله حلو قوي. لا وكل بقى حاجه كل سنه خدت شغل بطريقه معينه بدراسه معينه بتاعها. مع اللي جنبها دي مثلا هنزودها قد ايه هنعدل لفتها في ملوحه شويه سنه ملوحه كده لا هنعدلها الكل طبعا بياخد السيمتريه بتاعته بالشكل ده. طيب شوف بص من الاول عمال يعيد. جميل الفيديو قوي. انا بقول لك ده ليه؟ لان ده بقى فيه كل الحاجات اللي بقى لنا سنين 20 سنه بنتكلم فيها انا وانت. دكتور التجميل بيعمل ايه؟ سمايل اناليسيس ادي السمايل اناليسيس بعده سمايل ديزاين ادي السمايل ديزاين ثلاثه التنفيذ ادي التنفيذ ادي النتيجه. يعني سيكونس في فيديو ما يعديش ال 20 ثانيه وريتك فيه ازاي عملنا اناليسيس وديزاين ونتيجه. ازاي حافظ على الحاجات دي؟ الموضوع بسيط قوي. اول حاجه ان انا اتعامل مع التجميل ان هو اسنان طبيعيه. اسنان طبيعيه في الحقوق والواجبات تمام. الاسنان الطبيعيه بتاعتي بعمل بيها ايه؟ اول حاجه في الاستخدام اسنان الطبيعيه ما ينفعش استخدمها استخدام خاطئ. زي ايه؟ استخدمها كادوات منزليه يعني افتح بيها ازازه اقطع بيها كيس كسرت اقطع بيها خيط كسرت مكسرات كل الحاجات دي اطلع السوبر ماركت اشتري ادوات منزليه بفلوس بحيث احافظ على اسنان لان الحاجات دي بتدمر سنين. نفس القصه سنان زي دي جميله خدتيها يعني خدت سنان شكلها حلو جدا اخدها اكسرها افتح بيها ازازه؟ يعني هل دي معموله عشان افتح بيها ازازه؟ لا يمكن. طيب ادي كده الجزء الايه في الاستخدام. طيب جزء في الحفاظ والعنايه اسنان طبيعيه. الاسنان الطبيعيه مطلوب مني ثلاث حاجات عشان احافظ عليها. اغسل سناني في مواعيدها استعمل خيط الاسنان او الووتر جيت لان غسيل الاسنان هو بيغسل 60% او بينظف 60% من سطح السنان فبيبقى باقي 40% محتاجين خيط او ووتر جيت. ثالث حاجه اروح لدكتور الاسنان مره كل 6 شهور. عملت الثلاث حاجات دول حافظت على التجميل ان شاء الله للابد لو اتعمل صح. يعني ما هو لازم البنى انا هعمل سنه العماره لازم يكون في اساس اتعمل للعماره والا انا هقعد انظف واظبط في العماره والاساس هيضيع لي كل اللي انا عملته. نورت وشرفت. كنت وحشني قوي والله. وانت كمان وحشني جدا جدا كالعاده يعني. نورت. ضيف العزيز طبعا المبدع دائما دكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان والمدرب المعتمد بالجمعيه الدوليه لزراعه الاسنان ومؤسس لمراكز وايتي للاسنان الاسم المتميز للغايه كان في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.